اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 5 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسون 2 اللي بعنوان كومبيرنج اند اوردرنج الفراكشنز. الدرس بتاعنا النهارده من الدروس السهله، الحاجات اللي فيه كلها احنا واخدينها قبل كده، هنراجع مع بعضينا فيه ازاي نعمل مقارنه ما بين الفراكشنز وبعضها وازاي نرتبهم من الجريتست للسمولست ومن السمولست للجريتست. يلا مع بعضينا نبدا اول جزئيه في الليسون اللي هي comparing two fractions of the same denominator. احنا لما كنا بنتكلم عن الفراكشن كنا بنقول ان هو جزء من الهول 1، يعني ال1 الكامل او الواحد الصحيح بنحتاج ان احنا ناخد منه بعض الاجزاء. ازاي هقدر اوصف الاجزاء دي؟ يعني ال1 لما اخد منه جزء هوصف الجزء ده ازاي؟ الجزء ده احنا بنسميه فراكشن. الفراكشن علشان اوصفه بنوصفه بالشكل اللي قدامنا ده، بنكتب نمبر فوق وبنكتب نمبر تحت وما بينهم شرط. اوكي، النمبر اللي فوق بيكون ليه اسم واحنا عارفينه من قبل كده، اسمه النيوميريتور، والنمبر اللي تحت اسمه الدينومينيتور. مين فيهم اللي كان مهم بالنسبه لي او بيديني فكره عن شكل الفراكشن؟ اللي كان مهم بالنسبه لي الدينومينيتور. ليه؟ لان الدينومينيتور بيقول لي الهول 1 متقسم كام ايكوال بارتس. يعني احنا هنا شايفين 5، ال 5 دي معناها ايه؟ معناها ان الهول 1 ده متقسم 5 ايكوال بارتس، خمس اجزاء متساويه 1 2 3 4 اند 5. يبقى اول حاجه بنعملها عشان نقسم الهول 1 نعرف الدينومينيتور. طيب يجي بعد كده النيوميريتور، النيوميريتور بيقول لي ايه؟ النيوميريتور بيقول لي انت هتاخد كام بارت من الايكوال بارتس ديت. هنا موجود عندي كام؟ موجود عندي 3. مين هم ال 3 دول؟ اللي هم دول، ادي كده بارت وادي بارت وادي انذر بارت. يبقى انا لما اجي اشوف 3 اوفر 5 وعايز افهمها، دي معناها ان انا هاخد 3 اجزاء من 5 اجزاء متساويه. اوكي؟ طيب يلا نبص هنا. انا عندي هنا الهول 1 متقسم كام جزء؟ يعني الواحد الصحيح اللي انا عايز اقسمه او اخد منه اجزاء متقسم كام بارت؟ متقسم 1 2 3 4 اند 5. 5 ايكوال بارتس. عشان كده كتبنا في الدينومينيتور 5. طيب انا شايف هنا ان انا واخد بارت وانذر بارت، يعني واخدين جزئين، واخدين 2 بارتس. اكتب ايه في النيوميريتور؟ نكتب ايه؟ نكتب 2. يبقى اول ما عيني تشوف 2 اوفر ال 5، اول ما عيني تشوف الفراكشن ده افهم على طول ان انا واخد 2 بارتس فروم 5 ايكوال بارتس. طيب احنا عايزين نعمل كومباريزون ما بينهم، عايزين نقارن ما بينهم، مين الكبير ومين الصغير؟ بعنينا كده واضح قوي ان الفراكشن ده اكبر من الفراكشن ده، الجزء اللي انا واخده من ال1 ده اكبر من الجزء اللي انا واخده من ال1 ده. بنعمل ايه؟ بنقول كده 3 اوفر ال5 is greater than 2 اوفر ال5. طيب ايه القاعده اللي هنتعلمها؟ القاعده اللي هنتعلمها ان انا لو عندي 2 fractions ليهم نفس الدينومينيتور، اللي هنلاقي عنده نيوميريتور كبير يبقى هو الفراكشن الكبير. يبقى علشان نقارن between any 2 fractions ليهم نفس الدينومينيتور، الفراكشن اللي هيكون ليه نيوميريتور كبير هيكون هو الكبير. طيب يلا ناخد example على حاجه بنسميها البار موديل. يعني ايه كلمه بار موديل؟ ال1 بدل ما كنت بعبر عنه بسيركل، ده يا اولاد اسمه السيركل موديل. يعني ال1 برسمه في صوره سيركل. هنا الهول 1 بنعبر عنه ببار او بشريط كده وبنقسمه. يلا نبص على الفراكشن ده، الدينومينيتور بتاعه بكام؟ نعد كل البارتس، ادي 1 2 3 4 5 6 and 7. يبقى انا عندي الدينومينيتور هنكتب فيه 7. طيب خدنا منه كام بارت؟ 1 2 3 4 5 and 6. خدنا 6. يبقى النيومينيتور عندي نكتب فيه ايه؟ 6. طيب الجزء اللي انا واخده من الهول 1 ده نكتبه ازاي؟ نكتبه كده 6 اوفر 7، يعني 6 بارتس فروم 7 ايكوال بارتس. طب هنا واخدين كام جزء؟ 1 2 3 4 اند 5. يبقى لما اجي اكتب الفراكشن ده او الجزء ده من ال1 الكامل بقول عليه 5 اوفر 7. طب يلا نقارن ما بينهم، مش هما الاثنين ليهم نفس الدينومينيتور؟ خلاص اللي يكون ليه نيومينيتور كبير بيبقى هو الايه؟ هو الكبير. يلا نبص على البار موديل ده. اول حاجه نهتم بيها نكتب الدينومينيتور، يبقى لازم اعدهم
1 2 3 4 5 6 7 and 8. يبقى كتبنا هنا 8. طيب هنا واخدين كام بارت من ال 8 بارتس؟ واخدين 7. نكتب ال 7 فوق. طب هنا واخدين كام بارت من ال 8 بارتس؟ واخدين 5. 1 2 3 4 and 5. يبقى الفراكشن ده اسمه 5 اوفر 8 والفراكشن ده اسمه 7 اوفر 8. يلا نقارن ما بينهم، مين الجريتر؟ واضح طبعا ان ال 7 اوفر ال 8 هي الجريتر. طيب هي لو جات لي بالترتيب ده وعايز اقراها اقول كده 5 اوفر ال 8 از ليس ذان، دي كده اقراها ليس ذان ال 7 اوفر 8. امال دي نقراها ايه؟ دي نقراها جريتر ذان. طيب تعالوا مع بعضينا نراجع الجزئية الثانية من المقارنة. لما بيكون عندي two fractions ليهم نفس النيومريتور، يعني هنا النيومريتور عندي 3 وهنا 3. الأول عايزين نفهم دول عبارة عن إيه؟ دول 3 parts from 5 equal parts، 3 أجزاء من 5 أجزاء متساوية. طيب وهنا الهول 1 نفس الهول 1 ده قسمته ل 8 parts وخدت منهم 3. عايزين كده نتخيل يا أولاد، أنا لما يكون عندي الهول 1 وأقسمه 5 بارتس، هنا البارت هيبقى أكبر من هنا، لأن أنا كل ما أقسم كتير كل ما البارت الواحد اللي هو الجزء الواحد ده بيصغر معايا. يعني لو قسمتهم مثلا لـ 100 بارتس هنلاقي إن السلايس دي أو الجزء ده عمال يصغر قوي. فكل ما تكون التقسيمات قليلة كل ما يكون البارت عندي كبير، يعني عندي البارت ده كده أكبر من البارت ده. يبقى هنا عندي 3 وهنا عندي 3 لكن التلاتة دول أكبر من التلاتة دول، تمام؟ يبقى الـ 3 over 5 لازم هتكون أكبر من الـ 3 over 8. يبقى زي ما احنا شايفين هنا الـ 3 over 5 is greater than 3 over 8. طب إيه القاعدة بتاعتنا؟ لما نلاقي two fractions ليهم نفس النيومريتور يبقى اللي ليه denominator صغير بيبقى هو الكبير، يعني الفراكشن ده عندي هو أكبر من الفراكشن ده. يلا مع بعضينا نشوف اكزام. انا عندي هنا 4 اوفر 5 و 4 اوفر 7، مين الجريتر؟ نيجي نبص هنا بعينينا، عندي هنا 4 اوفر 5 و 4 اوفر 7، مين الكبير؟ الكبير 4 اوفر 5. عملنا ايه؟ نبص بعينينا لقيت هنا ليهم نفس النيومريتور يبقى الفراكشن اللي ليه دينومينيتور صغير يبقى هو الكبير. وفهمنا ليه الفور بارتس دول هنلاقيهم ان هم اكبر من الفور بارتس دول. طب يلا هنا 5 over 8 و 5 over 6 مين الجريتر؟ نبص نلاقي النيومريتور قد النيومريتور يبقى اللي ليه دينومينيتور صغير الفراكشن بتاعه يبقى هو الكبير. كلام سهل جدا واخدينه قبل كده. يلا مع بعضينا نشوف اكزامبل 1. بيقول لي arrange each of the following fractions in an ascending order. عايزين نرتب الفراكشنز ديت ascendingly. ascendingly يعني من ال smallest للجريتست، يعني نحط الصغير الاول. بص بعينينا على الفراكشنز نلاقي ان كلهم ليهم نفس الدينومينيتور، كلهم اوفر 13. يعني انا عندي الهول 1 سواء هنعمله بار موديل او نعمله سيركل موديل قسمناه ل 13 ايكوال بارتس. جه عندي واحد خد 12 يبقى ده فراكشن اسمه 12 اوفر 13، وجه بعد كده واحد خد 1 يبقى ده فراكشن اسمه 1 اوفر 13، وجي بعد كده واحد خد 15 اوفر 13. ازاي ده امبروبر فراكشن وكنا واخدينه قبل كده؟ ده خد ال 13 كلهم وخد بعد كده زياده عن ال 13 تو بارتس كمان من هول 1 جنبه. طيب وهنا خد 9 بارتس وهنا خد 2 بارتس، مين اصغر واحد بقى فيهم واخد؟ اصغر واحد فيهم اللي هو 1 اوفر 13. طيب مين اللي بعده؟ 2 over 13. مين اللي بعده؟ نبص بعدين 9 over 13. ها اللي بعده مين؟ 12 over 13. ها مين اكبر واحد؟ اللي هو 15 over ايه؟ 13. يبقى احنا هنا شفنا ان كلهم ليهم نفس الدينومينيتور فعملنا المقارنة على اساس النيومريتور اللي النيوميريتور بتاعه صغير هو الصغير. طيب يلا نشوف هنا الفراكشنز اللي قدامنا دي ليهم نفس النيوميريتور، يبقى هنقارن ما بينهم ازاي؟ عن طريق الدينوميريتور، مين اصغر واحد اللي ليه اكبر دينوميريتور؟
يبقى أصغر واحد عندي 4 over 19. ها مين اللي بعده؟ 4 over 17. مين اللي بعده؟ 4 over 11. واللي بعده 4 over 7. ويعتبر أكبر فراكشن عندي 4 over الإيه؟ السري. يلا نشوف مع بعضينا مسألة التراي. بيقول لي put greater than or less than. يلا أول واحدة عندي فراكشن اسمه 5 over 9 وفراكشن اسمه 2 over 9. هنا الهول 1 متقسم 9 بارتس وهنا الهول 1 متقسم 9 بارتس. الاثنين ليهم نفس التقسيمة. جه واحد خد 5 بارتس وواحد خد 2 بارتس. مين اللي خد الجزء الكبير؟ طبعا اللي واخد ال 5 بارتس هو الكبير. يبقى 5 over 9 is greater than 2 over 9. يلا هنا 3 over 10 و 3 over 7. عندي النيوميريتور زي النيوميريتور، يبقى اللي ليه دينومينيتور كبير هو الصغير، يبقى 3 over 10 is less than 3 over 7. طيب يلا هنا 2 over 11 و 2 over 15. بعيني ايه اللي شايفينه؟ شايفين هنا النيوميريتور زي النيوميريتور، خلاص يبقى اللي ليه دينومينيتور صغير هو الكبير، يبقى ال 2 over 11 is greater than 2 over 15. طيب يلا هنا 5 over 6 و 4 over 6. الدينومينيتور زي الدينومينيتور، دي اسهل حاجه. يبقى نبص على اللي فوق، طالما ال 5 greater than ال 4 يبقى ال 5 over 6 is greater than ال 4 over 6. تعالوا مع بعضينا نشوف example 2 ونتعرف على نوعيه ثانيه من التمارين المهمه. يقول لي find all possible values of x. يقول لي values يعني اكتر من القيمه للاكس، مالها؟ which satisfy each of the following relations. دي كده ريليشن. كلمة ساتيسفاي يا أولاد يعني اللي تخلي الريليشن دي سليمة، يعني تحقق هذه العلاقة، أو لما أقرأ العلاقة ألاقيها مظبوطة. Where x is a whole number، يعني الإكس ده هيبقى number. يلا نبص مع بعضينا كده. بيقول لي هنا إيه؟ 4 over 9 less than fraction اسمه x over 9. الله، طب إيه x دي؟ x دي هنشيلها ونحط مكانها number. طيب والفراكشن ده لازم يبقى less than 7 over 9. يبقى لما نيجي نفكر وعايزين نختار قيم او values للاكس اللي تخلي الريليشن دي سليمة، او الفاليوز اللي هتساتيسفاي الريليشن، اللي هتحقق الريليشن، الاكس تبقى كام؟ ها فكروا كده معايا. هل لو الاكس دي مثلا بقت 8، هل ال 8 over 9 greater than 4 over 9؟ فعلا مظبوط، يبقى نختار الايت. لكن لما اجي ابص الناحيه الثانيه انا عايز الايت تبقى لزن السفن، يبقى ما ينفعش نختار الايت. امال نختار ايه؟ نختار فاليوز ما بين الفور وما بين السفن. اوكي، يبقى الاكس دي لو خدت معايا 5 يبقى فعلا 4 اوفر 9 لزن 5 اوفر 9 لزن 7 اوفر 9. مش كده وبس، ممكن تاخد كمان ايه؟ تاخد كمان 6. يبقى احنا في النوعيه دي من التمارين يا اولاد هنطلع اكتر من فاليو بتحل معايا المساله. طيب لما نيجي نجاوب نكتب ايه؟ نكتب كده the all possible values of x are مين هم؟ 5 and l6. المساله اللي بعد كده عندي مجموعة فراكشنز كلهم ليهم نفس النيوميريتور، يبقى اللي ليه دينومينيتور كبير هو الصغير. طيب هو بيقول لي أنا عندي فراكشن اسمه 2 over x، هيبقى أكبر من 2 over 7 وهيبقى أصغر من 2 over 3. يبقى الإكس دي ممكن تبقى كام؟ إيه هي الفاليوز أو القيم اللي هحطها مكان الإكس وتخلي هذه الريليشن أو هذه العلاقة سليمة؟ ها فكروا معايا. ناخد ايه؟ ناخد الفاليوز اللي ما بين ال 7 وال 3. يبقى لو خدنا ال 6 مظبوط، يبقى الريليشن تتحقق معايا. لو خدنا ال 5 تمام، لو خدنا ال 4 تمام. طب لو خدنا مثلا ال 8 ينفع؟ ال 8 لو خدتها هيبقى فعلا للزن ده، لكن مش هتحقق معايا الناحيه الثانيه. يبقى كل الفاليوز ما بين ال 7 وال 3 هتساتيسفاي معايا الايكويشن. يبقى ذا اول بوسيبل فاليوز، يبقى كده ذا اول possible values
of x are مين هم؟ ال 6 ومين كمان؟ وال 5 في كمان؟ في ال 4 and ال 4. يلا اللي بعديها نيجي نبص للريليشن دي، نلاقي هنا فراكشن وهنا فراكشن وهنا 1. الله، طب هعمل ايه في ال 1 ده؟ احنا واخدين السنه اللي فاتت ان ال 1 ممكن احوله لاي فراكشن، ده الهول 1. لما انا الاقي هنا عندي 8 انا ممكن اخلي ال 1 دي ممكن اخليها 8 over 8. يعني قسمت الهول 1 ل 8 equal parts وخدتهم كلهم. وممكن برضو في مسألة تانية ممكن أقول إن ال 1 equals 7 over 7، وممكن أقول إن هو بي equals 5 over ال 8 over ال 5. يبقى أنا لما تجيلي مسألة زي دي أحول ال 1 للفراكشن اللي ليه نفس الدينومينيتور بتوع إخواته دول. يبقى هنا المسألة نعدلها الأول، نكتبها كده، نكتب كده 8 over ال 8 greater than x over ال 8 greater than 5 over ال 8. ها؟ مين الاكس اللي اتحقق معايا العلاقه دي؟ انا محتاج حاجه ما بين ال5 وما بين ال8 اللي هم مين؟ اللي هم ال6 وال7. يبقى البوسيبل فاليوز للاكس هنا، يبقى ذا اول بوسيبل فاليوز اوف اكس اور مين في المساله دي؟ ال6 اند ال7. اوكي، هنا برضو نفس المساله عندي 1، ال1 هنا حوله لايه؟ لما نيجي نبص للريليشن دي نلاقي هنا 2 اوفر 7 و2 اوفر اكس. طيب ال1 ده هل نحوله 7 اوفر 7 ولا نحوله 2 اوفر 2؟ انا لو خليته 7 اوفر 7 مش هعرف اقارن، يعني ما ينفعش ناخد 7 اوفر 7 خالص. امال ناخد مين؟ ناخد 2 اوفر 2 علشان يبقى كلهم ليهم نفس النيوميريتور. يبقى انا لازم اعمل خطوه ثانيه في هذه المساله اوضح بيها الريليشن. اكتب كده 2 اوفر ال7 less than 2 اوفر الx less than ال1، هنخليه ايه؟ هنخليه 2 اوفر ال2. يبقى علشان تكون هذه العلاقه سليمه لازم الx تاخد values ما بين ال2 لحد الايه؟ لحد ال7. يبقى الx لو خدت 3 الريليشن دي هيحصل لها ساتسفاكشن، لو الاكس خدت 4 ال4 دي هتساتسفايز الريليشن، لو الاكس خدت 5 and 6 التو فاليوز دول برضه هيعملوا ساتسفاي للريليشن. يبقى ذا اول بوسيبل فاليوز اوف اكس هير، ذا اول بوسيبل فاليوز اوف اكس اور مين هم في المساله دي؟ ال3 مين كمان؟ وال4 وعندي ال5. ها ينفع ال6؟ تشتغل معايا اند ال6. يلا مع بعضنا يا اولاد نشوف اهم جزء في الليسون اللي هو comparing two fractions of different numerators and denominators. الجزء ده اللي فيه الشغل. اول two parts كانوا سهلين، لما يكون عندي the same numerator او the same denominator بنعرف نعمل ايه، لكن هنا محتاجين نعمل حبه شغل قبل ما نعمل الكومبارزون. طيب يلا نشوف مع بعضنا المثال ده. لو انا عندي هنا 3 over 4 اهم 3 parts from 4 equal parts ده fraction، وعندي fraction تاني اسمه 2 over 3 يعني 2 parts from 3 equal parts. وجيت كده قلت لك which is greater، مين الكبير؟ ال 3 over 4 ولا 2 over 3؟ هل ينفع ناخدها كده بعينينا؟ هل ينفع ابص بعيني هنا وهنا واقول والله ده كبير وده صغير؟ لا طبعا ما ينفعش، احنا بنتعلم الماثيماتكس علشان نعرف نختار صح. طيب هنا هنتصرف ازاي؟ هنا لازم نستعمل الليست كومون مالتيبل. هنعمل ايه بالليست كومون مالتيبل؟ هنحول التو فراكشنز دول لانذر تو ايكويفالنت فراكشنز. احنا خدنا قبل كده الايكويفالنت فراكشن اللي هو الفراكشن اللي زيه بالظبط بس مختلف في النيومريتور والدينومينيتور، وبعد لما احولهم الايكويفالنت فراكشن ليهم نفس الدينومينيتور ساعتها بقى هقارن بالحاله الاولى هشوف مين اللي النيومريتور بتاعه كبير يبقى هو كبير. طيب يلا ناخدها واحده واحده كده ونشوف هتحلها ازاي. انا عندي 3 اوفر 4 و2 اوفر 3، الدينومينيتور ده كام؟ ده 4، والدينومينيتور ده كام؟ ده 3. مين الليست كومون مالتيبل ليهم هما الاثنين؟ وناخد بالنا من كلمه كومون، كلمه كومون
معناها ايه؟ معناها مشترك. وما معنى كلمة ليست؟ ليست يعني الاقل. انا عايز اقل حاجة مشتركة. ايه الحاجة دي؟ مالتيبل. طب يلا مع بعضينا نشوف المالتيبلز بتاعت الثري والمالتيبلز بتاعت الفور. يلا نعملها هنا كده. نعمل كده المالتيبلز اوف الثري. ايه هي المالتيبلز اوف ثري؟ اول مالتيبل عندي كان مين؟ كان الزيرو. وكنا خدنا السنة اللي فاتت وقلنا ان الزيرو ده كومون مالتيبل لكل النمبرز، لان كل النمبرز بادئين معايا من الزيرو. طيب كلمة مالتيبل يعني مضاعفات يا اولادي، يعني انا بزود 3. لما اجي ازود 3 على الزيرو توصلني لمين؟ ل 3. طيب مين المالتيبل اللي بعد كده؟ ازود على ال 3 3 تبقى كام؟ تبقى 6. ها؟ مين المالتيبل اللي بعد كده؟ ازود 3 على ال 6 تبقى 9، وبعد كده 12، وبعد كده 15. يا مستر هو ده مش تيبل 3؟ اه بالفعل ده تيبل 3. المالتيبلز بتاعت ال 3 هي تيبل 3. طيب يلا نجيب المالتيبلز بتاعت الفور. بقى معقول يا مستر عشان نحل المساله دي هنعمل كده؟ اه بس هنحلها بسرعه، دلوقتي بشرحها، لكن لما هنيجي نحل انا هوريكم ازاي نحل بسرعه. يلا نجيب المالتيبلز اوف 4. بيبداوا بايه؟ لازم يبداوا معايا بالزيرو. ها مين المالتيبل اللي بعد كده؟ الفور، وبعد كده الايت، وبعد الايت لما نزود على الايت 4 12، وبعد كده 16، وبعد كده 20، وبعد كده 24 and so on. ده مين ده؟ ده اللي هو تيبل 4. اوكي؟ طيب تعالوا نزود هنا كده ال 18 وال 21 وال 24. ونيجي دلوقتي نشوف مين هم الكومون مالتيبلز. انا بقول ايه؟ مالتيبلز يعني اكتر من واحد. مين هم؟ عند الزيرو. مين كمان؟ نمشي بعينينا، عند ال 12. مين كمان؟ امشي بعينينا، عند ال 24. يبقى الكومون مالتيبلز ار الزيرو وال 12 وال 24 اند سو اون. الله، طب لو انا عايز اجيب اللي بعد كده من غير ما اكتبهم، كنا بنعمل ايه السنه اللي فاتت؟ كنا بنشوف الفرق ما بين ده وده قد ايه، الفرق ما بين الكومون مالتيبلز قد ايه، وازود بعد كده. هنا الفرق كام؟ 12. يبقى هنزود 12 على 24 تديني 36، واللي بعديها 48، واللي بعديها 60، واللي بعديها 72 اند سو اون. ودي كانت الطريقه بتاعتنا اللي احنا نجيب مور ذان كومون مالتيبلز من غير ما اكتبهم ايه كلهم. اشوف اول تو كومون مالتيبلز هنا بس، واشوف الفرق ما بينهم، ون ايه ونزود بعد كده الديفرنس ده. طيب احنا حتى هذه اللحظه عايزين نحل المساله بتاعتنا. المساله بتاعتنا بتقول لي ايه؟ تقول لي روح دور على الليست كومون مالتيبل. مين اقل مالتيبل مشترك؟ احنا في الحاله بتاعتنا دي ما بنختارش الزيرو خالص، ببعد عن الزيرو، ماليش دعوه بيه خالص. الزيرو ده احنا عرفنا ان هو كومون مالتيبل لكل المالتيبلز. اروح اشوف اللي بعديه على طول، بنسمي ال 12 الليست كومون مالتيبل، اقل مالتيبل مشترك ما بين الثري والفور، وهنا برضه اسمه الليست كومون ايه؟ مالتيبل. طب هنكمل حل المساله ازاي؟ نحول الثري اوفر فور لفراكشن تاني الدينومينيتور بتاعه كام؟ 12. وكذلك احول ال 2 اوفر 3 لفراكشن تاني الدينومينيتور بتاعه كام؟ 12. ده كنا بنسميه ايكويفالنت فراكشن. طيب ال 4 ازاي تبقى 12؟ تعمل لها تايمز 3. يبقى نعمل برضه لل 3 فوق تايمز 3. يبقى 3 تايمز 3 تديني كام؟ تديني 9. يبقى 9 اوفر 12 is an equivalent fraction لل 3 over 4. كذلك هنا عايز احول ال 2 over 3 ل equivalent fraction، الدينومينيتور بتاعه 12، اعمل ايه؟ اشوف ال 3 عشان تبقى توصل لل 12 تعمل لها تايمز كام؟ تايمز 4. يبقى برضو النيوميريتور نعمل له تايمز 4. 2 تايمز 4 تديني كام؟ تديني 8. يبقى انا ال 2 fractions بتوعي قدرت اوصلهم لقاعده مشتركه.
انا عندي ال 12 هنا وال 12 هنا، ده اصبح بيز مشترك. الهول 1 خليت التقسيمات مشتركه، يبقى سهل عليا اعمل كومبير عن طريق النيوميريتور. هنا في 9 وهنا في 8، يبقى 3 اوفر 4 از جريتر ذان ال 2 اوفر ال 3. تمام، الجزئيه دي مهمه قوي 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 يا اولاد، لازم تركزوا عليها وتتاكدوا ان انتوا فهمتوها صح. وبعد كده انا هقول لكم طريقه سهله نجيب بيها الليست كومون مالتيبل. طيب يلا نبص هنا، ده شرح بتاع الايه الجزئيه دي. انا ال 3 اوفر 4 حولتها الايكويفالنت فراكشن اللي هو 9 اوفر 12، وكذلك ال 2 اوفر 3 حولتها ل 8 اوفر 12. ايه الفرق ما بين الرسمه دي والرسمه دي والرسمه اللي فوق يا اولاد اللي هي دي؟ الرسمتين دول عدد التقسيمات مختلفه، لكن الرسمتين دول انا عملت قاعده مشتركه، يعني خليت هنا الهول 1 متقسم ل 12 بارتس وهنا متقسم ل 12 بارتس، فقدرت اقارن ما بين كل جزء وبعض لان كلهم بقوا ايكوال بارتس، الاجزاء بتاعتهم كلهم متساويه. اوكي يلا مع بعضينا نشوف اكزامبل 3 ونتدرب ازاي نعمل كومبارزون بتوين تو فراكشنز الاثنين لا ليهم نفس النيوميريتور ولا ليهم نفس الدينومينيتور. نيجي نبص للفراكشن ده، عندي 3 اوفر 4 وده 5 اوفر 6. نعمل ايه؟ محتاجين ليست كومون مالتيبل بتوين ال 4 اند ال 6. طب هنعمل ايه يا مستر؟ هل هجيب الليست كومون مالتيبلز لل 4 وبعد كده لل 6 وادور؟ لا، احنا هنا هنشتغل بالطريقه دي. نروح للدينومينيتور الكبير اللي هو كام؟ اللي هو ال 6، واجيب المالتيبلز بتاعت ال 6. مين هي المالتيبلز بتاعت ال 6؟ نعمل كده في الدرافت. اول مالتيبل عندي ال 6، هل المالتيبل ديفيزبل باي ال 4؟ لا. مين المالتيبل الثاني؟ ال 12. اسال نفسي بقى، هل ال 12 ديفيزبل باي ال 4؟ في تيبل 4 ولا مش في تيبل 4؟ في تيبل 4. يبقى خلاص، يبقى ال 12 ده انا ضامن ان هو الليست كومون مالتيبل بتوين الاثنين. والكلام ده انا قلته السنه اللي فاتت وانا بشرح الليسونز. ها هنعمل ايه تاني؟ هنروح نجيب الدينومينيتور الكبير ونيجي في الدرافت ونكتب المالتيبلز بتاعته ونشوف كل مالتيبل اكتبه، اروح اشوف الديفيزابيلتي اوفر 4، هل هيقبل الاسم على 4 ولا لا؟ هل في تيبل 4 ولا لا؟ لو لقيته في تيبل 4 خلاص اختاره على طول. يعني معنى كده يا مستر ان انا ال 4 وال 6 هما الاثنين يشتغلوا معايا مع ال 12؟ تمام، احولهم لايكويفالنت فراكشن مع الايه؟ مع ال 12. طيب ال 4 علشان تبقى 12 اتعمل لها تايمز كام؟ اتعمل لها تايمز 3. عشان ال 4 توصل لل 12 اتعمل لها تايمز 3. طب اعمل ايه في النيوميريتور؟ نفس الكلام، عشان احول لايكويفالنت فراكشن اللي اعمله على الدينومينيتور نعمله على النيوميريتور، يبقى ال 3 نعمل لها تايمز 3 تتحول لكام؟ تتحول ل 9. طب يلا ال 6 عشان تبقى 12 اتعمل لها تايمز كام؟ تايمز 2. يبقى لازم اعمل لل 5 تايمز 2 تديني كام؟ تديني 10. يبقى دلوقتي احنا هنقارن ما بين مين؟ 9 اوفر 12 و 10 اوفر 12. يبقى دي اول قاعده احنا خدناها، طالما ليهم نفس الدينومينيتور يبقى اللي ليه نيوميريتور كبير هو الكبير. يبقى 9 اوفر 12 از ليس ذان 10 اوفر 12. المساله اللي بعد كده 10 اوفر 24 اند 14 اوفر 18. ناخد بالنا يا اولاد، قاعده مهمه جدا جدا، ما ينفعش نقارن ما بين فراكشنز الا لما تكون في السمبلست فورم. ايه هي السمبلست فورم؟ احنا خدنا السمبلست فورم قبل كده. انا عندي ال 10 اوفر 24، ال 10 دي جواها كام؟ جواها 2، وال 24 جواها كام؟ جواها 2. يعني ال 10 اوفر 24 لو عملت ديفايد 2 هنا وهنا تديني كام؟ تديني 5 اوفر 12. بنقول ان ال 5 اوفر 12 ده السمبلست فورم لل 10 اوفر 24. امال ال 10 اوفر 24 نسميها ايه في هذه الحاله؟ نسميها ايكويفالنت فراكشن للسمبلست فورم ديت. لما بنيجي نقارن لازم اقارن وانا في السمبلست فورم. طيب يبقى انا خلاص عرفت ان ال 10 اوفر 24 ب 5 اوفر 12. بالنسبه لل 14 اوفر ال 18 هل دي في السمبلست فورم؟ لا مش في السمبلست فورم. ليه؟ عشان دي اولها ايفن ودي اولها ايفن، وطالما عندي 2 نمبرز اولهم ايفن يبقى هما الاثنين ديفيزبل باي 2.
احنا واخدين الكلام ده قبل كده في الديفيزابيلتي، هنا اولها ايفن. يبقى انا عندي هنقول كده ده ديفايدد 2 وده ديفايدد 2 يديني كام؟ يديني 7 اوفر ايه؟ اوفر 9. يبقى انا لما اجي اقارن المساله دي هنقارن ما بين ايه وايه؟ هنقارن ما بين ال 5 اوفر ال 12 وال 7 اوفر الايه؟ ال 9. طيب نعمل ايه؟ زي ما اتعلمنا اروح اجيب الدينومينيتور الكبير اللي هو مين؟ اللي هو ال 12 ونكتب المالتيبلز بتاعته في الدرافت كده. مين المالتيبلز بتاعته؟ مش هبدا بالزيرو، هبدا بال 12 نفسها. ها ال 12 ديفيزبل باي 9؟ لا، تخش على اللي بعدها 24. هنكتب تيبل 12، هل ال 12 ديفيزبل باي 9؟ لا، ال 24 مش في تيبل 9. طب مين المالتيبل اللي بعد كده لل 12؟ نزود 12 على 24 توصلني لل 36. اسال نفسي هل ال 36 ديفيزبل باي 9؟ ال 36 في تيبل 9؟ طبعا اللي حافظين التيبل صح هقول يا مستر فعلا في تيبل 9. ليه؟ عشان 4 يا مستر تايمز 9 تديني 36. اقول لهم برافو، احنا كده وصلنا للليست كومون مالتيبل اللي احنا عايزينه. تمام؟ نعمل ايه دلوقتي؟ نحول ال 5 اوفر 12 وال 7 اوفر 9 ل 2 ايكويفالنت فراكشنز ليهم نفس الدينومينيتور ده. اوكي؟ يلا ال 5 اوفر ال 12 عايزين نوصلها لفراكشن تاني اخوها الديومينيتور بتاعه 36. نعمل ايه؟ نقول كده ال 12 عشان توصل لل 36 عملنا تايمز 3. هو زي ما انتم شايفين هو الثيرد مالتيبل، يبقى اعمل لل 5 فوق تايمز 3 تديني كام؟ تديني 15. طيب الثاني ال 7 اوفر ال 9 هنحولها الايكويفالنت فراكشن الدينومينيتور بتاعه 36. ال9 عشان تبقى 36 تعملها تايمز كام؟ تايمز 4. يبقى لازم اعمل لل7 فوق برضه تايمز 4 تديني كام؟ 28. يبقى انا دلوقتي لما باجي اقارن هنقارن ما بين مين ومين؟ هنقارن ما بين الفراكشن ده والفراكشن ده. واضح جدا ان ال28 is greater than ال15، يبقى هنا ال 10 over 24 is less than 14 over الكام؟ ال 18. يبقى الطريقه دي يا اولاد مهمه جدا لانها بتاسسكم تبقوا اقوياء في ان انتوا تعملوا comparison between the two fractions. طيب يلا المساله اللي بعد كده. بروبلم سي، ظهر عندي فراكشن شكله غريب خدناه السنه اللي فاتت اسمه الميكسد نمبر. الميكسد نمبر بيتكون من ايه؟ بيتكون من هول وانز وفراكشن. يعني 2 اند 2 اوفر 3 معناها ايه؟ معناها ان ال2 دي 2 هول وانز، دول اتنين كاملين، يعني اكنها بالظبط كده 2 بلس الفراكشن اللي اسمه 2 اوفر 3. يبقى احنا كلنا لازم نبقى عارفين ان الميكسد نمبر على الشكل بتاعه ده عباره عن ده بلس ده. طيب هل نقارن الميكسد بالطريقه بتاعتنا؟ هل نحوله لامبروبر؟ كنا خدنا برضو السنه اللي فاتت ازاي نحول الميكسد لامبروبر. كنا بنقول 2 تايمز 3 يديني 6 بلس 2 تديني 8، يبقى دي 8 اوفر كام؟ اوفر 3. يبقى انا عندي طريقتين، يا اما اخلي الفراكشن ده 8 اوفر 3 وده 7 اوفر 5 ونعمل مقارنه، يا اما حاجه ثانيه انا بحبها جدا اللي هي ايه؟ انا اللي قدامي ده امبروبر، الامبروبر ده نحوله لميكسد زي ما خدنا السنه اللي فاتت. بنحوله ازاي؟ نقول كده 7 اوفر 5. ال 7 فيها كام 5؟ فيها جاست 1، فيها 5 واحده بس. طب لما اخد ال 5 دي من ال 7 يبقى في ال 7 كام؟ يبقى 2 اوفر الايه؟ اوفر ال 5. ودي الطريقه اللي انا بحبها، لما يكون عندك امبروبر حوله على طول لميكسد، لان اسهل انواع المقارنه عندنا المقارنه ما بين الميكسد وبعضها. الميكسد ده كده والميكسد ده كده، ده عندي كده بعيني شفت فيه 2 هول وانز، ده بعيني شفت فيه 1، يبقى على طول ده الايه؟ ده الجريتر. طيب يلا المساله اللي بعد كده. عندي هنا بروبر فراكشن، يعني ايه كلمه بروبر؟ يعني النيوميريتور ليس ذان الدينومينيتور. كلمه بروبر يعني عادي، فراكشن عادي، جزء من الهول 1. لكن لما اقول 7 اوفر 5 ده امبروبر، ده فراكشن مش عادي، لان انا واخد سبع اجزاء
من 5 أجزاء، إزاي جبت الجزئين الزيادة دول منين؟ لا جبتهم من ون كامل جنبه، الكلام ده قبل كده خدناه بالتفصيل. طيب نعمل إيه هنا؟ الإمبروبر يا أولاد دايما لزن الون، ليه؟ لأن الون ده عبارة عن كام؟ عبارة عن 5 over 5. ليه اخترت 5 over 5؟ عشان بعيني شايف ان في 5 هنا، لو كنت شفت دي 6 كنت هخلي ده 6 over 6، لو شفت ده 10 هخلي 10 over 10. يلا نقارن، 4 over 5 اكبر ولا 5 over 5؟ طبعا 5 over 5، يبقى 4 over 5 is less than 5 over 5. يلا مع بعضنا يا اولاد نشوف بعض الريماركس المهمة، بعض الملحوظات اللي هتساعدنا ان احنا نعمل كومبارزون بسرعة او مقارنة بسرعة سريعة. اول ملحوظة عندي بتقول لي ايه؟ بتقول لي any proper fraction is smaller than 1. زي ايه؟ ال 2 over 3 اقل من ال 1. ليه؟ احنا فهمناها من شوية، ال 1 ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 over ال 3، وهنا 2 over 3 طبيعي جدا ان 3 over 3 greater than 2 over 3. مش كده وبس، اي بروبر فراكشن، اي فراكشن عندنا في الدنيا النيومريتور بتاعه اقل من الدينومينيتور لازم هيكون اقل من الون. طيب الملحوظة التانية، any improper fraction is greater than 1 or equal to 1. يعني for example 7 over 4، 7 over 4 ده improper. يعني كلمة improper يعني مش طبيعي. ايه هو اللي مش طبيعي؟ الفراكشن. ينفع اقول جزء عبارة عن 7 أجزاء من 4 أجزاء؟ ينفع؟ لا، احنا نقول 3 أجزاء من 4 أجزاء مفهومة، لكن 7 أجزاء من 4 أجزاء هتقول لي يا مستر هاخد الباقي منين؟ انا هاخد 4 أجزاء هيبقى 3، هجيبهم منين؟ هنجيبهم من 1 جنبه. عشان كده بنقول ان الامبروبر ده ميكسد، لان 7 over 4 دي عبارة عن 1 ومعها 3 over 4، 1 كامل وجبت جنبه فراكشن اسمه 3 over الايه؟ over 4. القاعدة بتاعتي بتقول لي اي امبروبر عندي في الدنيا لازم يكون اكبر من الون. طب ليه equal to 1؟ لان الفور اوفر 4 بيعامل معاملة الامبروبر فراكشن. يعني الفور اوفر 4 باخد 4 أجزاء من 4 أجزاء. هل انا خدت كده فراكشن؟ هل خدت جزء ولا خدت هول 1؟ خدت هول 1، فبنقول ان هو مش فراكشن. يعني برضو الفور اوفر 4 ممكن نقول عليها امبروبر فراكشن. طيب الملحوظة اللي بعد كده، any improper fraction is greater than any proper fraction. ده طبيعي، اي improper لازم يكون اكبر من اي proper، لان الامبروبر ده ميكسد، ده جواه هول ونز كامله. طب والبروبر؟ لا، البروبر ده اقل من الون، لان انا عارف ان الامبروبر دايما اكبر من الون والبروبر دايما اقل من الون. فلو جات لي مساله فيها improper والفراكشن التاني بروبر، نحل على طول ونختار ان ده greater than ايه؟ than ده. الملحوظات دي هتفيدني كتير وانا بحل الايه؟ المسائل. طيب example 4، عايزين نعمل arrange للفراكشنز دي descendingly، يعني من ال greatest لل smallest، من الكبير للصغير. ولو انتوا بتتلخبطوا احنا قلنا descending بدأ بدي ودي اول letter من كلمة ايه؟ down. down يعني الاسفل، يعني بننزل من الكبير للصغير. نيجي نبص على الفراكشنز بتاعتنا دي، هل في عندي اي حاجه فيهم امبروبر؟ يعني جريتر ذان 1 ممكن اختاره لوحده واقول ان هو اكبر واحد؟ لا، نبص بعينينا نلاقيهم كلهم بروبر، ده لزن 1 وده لزن، ده كلهم لزن 1. يبقى هنتصرف ازاي؟ هنشتغل بالليست كومون مالتيبل، لازم احولهم كلهم لايكويفالنت فراكشنز. طب هعمل ايه؟ زي ما عودتكم نختار الجريتست دينومينيتور. مين هو الدينومينيتور الكبير؟ نبص بعين الايه؟ 12. يبقى هنشتغل على المالتيبلز بتاعت ال 12. اول مالتيبل عندي ال 12. ها؟ هل ال 12 ديفيزبل باي اخواته؟ ديفيزبل باي ال 6 وال 3 لكن ال 8 لا. طيب مين المالتيبل الثاني بتاعه؟ ال 24. هنزود على ال 12 12. اسال نفسي ال 24 في تيبل 6، ما اروحش بقى اقول في تيبل 12، ده هي اصلا جايه مالتيبل ليه؟ ها ال 24 في تيبل 6 في تيبل 8 في تيبل 3 اللي حافظين التيبل هقول يا مستر فعلا 24 عباره عن 4 تايمز 6 وعباره عن 3 تايمز 8 وهنا برضو 3 تايمز 8.
يبقى احنا يا مستر لو خدنا ال 24 وعملناها كومون دينومينيتور لكل الفراكشنز دي هعرف اقارن بسهوله. ازاي؟ يلا اهو، يبقى انا اول خطوه لازم اعملها احول الفراكشنز دي كلها. كلهم لكام؟ ل 24. نسال نفسنا يلا بقى، ال 12 عشان تبقى 24 تعمل لها تايمز كام؟ تايمز 2. يبقى لازم اعمل لل 7 تايمز 2 تديني 14. يبقى ده هو ده بالظبط بس صوره ثانيه ليه. يلا ال 6 عشان توصل لل 24 تعمل لها تايمز كام؟ تايمز 4. يبقى لازم اعمل لل 5 تايمز 4 تديني كام؟ تديني 20. يبقى الفراكشن ده صوره ثانيه من صور الفراكشن ده، بنسميها ايكويفالنت فراكشن. طيب هنا ال 8 عشان توصل لل 24 تعملها تايمز كام؟ تايمز 3. الله، يبقى نعمل برضو النيومريتور تايمز 3 يديني كام؟ 21. يبقى ده برضو هو ده. يلا ال 3 عشان تبقى 24 تعملها تايمز كام؟ تايمز 8. يبقى لازم اعمل لل 2 تايمز 8 تديني كام؟ 16. تمام، يبقى انا كده قدرت اوصل بالمساله بتاعتي يا اولاد لفراكشنز سهل ان انا اعمل ما بينهم مقارنه. يبقى يلا نرتب الترتيب بتاعنا. يبقى نكتب كده the descending arrangement is. مين اكبر حاجة عندي؟ ها؟ بعينينا، نشوفها بعينينا على طول، ال 21 over ال 24. لما باجي بقى احل المسألة يا اولاد بكتب الفراكشن الاصلي بقى، ما بكتبش دي، بقول ان اكبر حاجة 7 over 8. مين اللي بعديه؟ 20 over 24 ده جاي لي منين؟ من 5 over 6. مين اللي بعده؟ اللي بعده 16 over 24 اللي هي 2 over 3. واخر فراكشن نكتبه and 7 over 12. لازم تتعلموا تحلوا بالطريقه دي، هي دي الطريقه اللي هتخليكم شطار وفاهمين جدا في الماثيماتكس. يلا مع بعضنا نشوف مساله التراي. بيقول لي كومبير يوزنج ليس ذان اور جريتر ذان. طيب نبص بعينينا نلاقي هنا الاثنين مختلفين، لا ينفع اقارن بالنيومريتور ولا الدينومينيتور. مين الدينومينيتور الكبير؟ ال 9. ها نجرب، ال 9 ديفيزبل باي 3 ولا لا؟ ديفيزبل، يبقى على طول احول ال 3 لفراكشن الدينومينيتور بتاعه 9. طب ال 3 عشان تبقى 9 اتعمل لها تايمز 3، يبقى اعمل لل 2 تايمز 3 تديني 6. يبقى احنا هنقارن ما بين 6 over 9 و 5 over 9. مين الجريتر؟ ال 6 over 9. يلا هنا 3 over 4 و 5 over 6. مين الدينومينيتور الكبير؟ ال 6. ناخد ال 6 كده نكتب لها المالتيبلز، اول مالتيبل هو ال 6. نجرب ال 6 divisible by 4؟ لا، يعني باخد برضو الكبير يا اولاد واجرب بيه، هو الكبير نفسه اجربه، لان ممكن مثلا دي تكون 8 تشتغل معايا زي دي هنا 9 اشتغلت معايا اول مالتيبل على طول. طيب ال 6 مش شغاله معايا، مين المالتيبل اللي بعد ال 6؟ يعني نزود 6 على ال 6 تديني كام؟ اللي هو 6 تايمز 2 تديني 12. ها ال 12 في تيبل 4؟ اه في تيبل 4. يبقى هنحول ده وده لايكويفالنت فراكشنز، الدينومينيتور بتاعته 12. ال 4 علشان تبقى 12 تعمل لها تايمز 3، يبقى 3 تايمز 3 ب 9. وال 6 علشان تبقى 12 تعمل لها تايمز 2، نعمل ال 5 تايمز 2 تديني كام؟ تديني 10. يبقى انا عندي 9 over 12 و 10 over 12، يبقى دي smaller than this. اوكي؟ يلا اللي بعديها. بيقول لي arrange the following in an ascending order من الصغير للكبير. مين هنا ال greatest denominator؟ ال 6. ناخد ال 6 كده ونجربها. ال 6 divisible by ال 4؟ لا، يبقى اخش على المالتيبل اللي بعده على طول اللي هو كام؟ اللي هو ال 12. يلا اسال نفسي ال 12 divisible by 3 اه وال 4 اه وال 6 اه وال 2 اه. يبقى هنخلي كل دول الدينومينيتور بتاعهم 12. ال 3 علشان تبقى 12 تعمل لها تايمز كام؟ تايمز 4. يبقى نعمل لل 2 تايمز 4 تديني 8، نكتبها فوق كده. ال 4 علشان تبقى 12 تعمل لها تايمز 3. يبقى نعمل لل 3 تايمز 3 تديني 9. كذلك ال 6 علشان تبقى 12 تعمل لها تايمز 2، نعمل لل 5 تايمز 2 تديني 10.
وال2 علشان تبقى 12 تعمل لها تايمز 6، نعمل لل1 تايمز 6 يديني كام؟ يديني 6. يبقى الترتيب بتاعي the ascending arrangement اللي هو الترتيب بتاعي من الصغير للكبير is مين اصغر واحد؟ 6 over 12. ما بكتبش بقى 6 over 12، بكتب الاصل بتاعه اللي هو ال 1 over 2. ها واللي بعده عندي ال 8 over 12 اللي هي 2 over 3، واللي بعده عندي اللي هو 9 over 12 اللي هي 3 over 4، واخر حاجه اللي هي 5 over الايه؟ ال 6. يلا مع بعضينا نشوف جزئية سهلة اللي هي comparing the fractions and the decimals. كنا خدنا السنة اللي فاتت the decimal numbers وخدنا the decimal fraction، وقلنا ان the decimal fraction ده fraction جميل قوي، كان بيتميز بايه؟ كان الدينومينيتور بتاعه is 10، وكان ممكن برضك يكون الدينومينيتور بتاعه 100، وممكن يكون 1000، ولكن السمبلست فورم بتاع الديسمال فراكشن ان يكون الدينومينيتور بتاعه از ايه؟ از 10. طب ده كان حلو في ايه؟ كنت بقدر اعبر عنه بصوره مختصره كانت بتساعدني كتير. يعني مثلا هنا لو عندي 4 كنا نكتب ال 4 اوفر 10 بالصوره دي 0.4، والزيرو دي معناها ان انا ما عنديش هول وانز، وكان في الميكسد نمبر سهل جدا برضك اكتبه. يعني لو قلنا كده مثلا 5 and 6 over 10 ده ميكسد نمبر سهل جدا يتحول لديسمال نمبر. ليه؟ عشان الفراكشن الدينومينيتور بتاعه 10، كنا بنقول ان ده كده عباره عن 5.6. الصوره دي صوره سهله جدا، كانت في الاديشن سهله والسبتراكشن سهله، وكنا بنحب نتعامل معاها. طيب نيجي نبص على المساله بتاعتنا. عندي 3 and 1 quarter وعندي 3.2. 3.2 يعني ايه؟ يعني 3 and 2 over 10. الفراكشن بارت اللي هو البوينت 2 او ال 0.2 حولناه ل 2 over ايه؟ over 10. دي اول صوره ممكن احول الديسمال اخليه فراكشن عادي. بس الافضل ايه؟ الافضل يا اولاد ان انا لو اقدر احول الفراكشن لديسمال. خدنا الكلام ده السنه اللي فاتت، قلنا ان ال 1 over ال 4 دي عباره عن ايه؟ عن 0.25، صح ولا لا؟ اللي فاكرين. وخدنا ايه كمان؟ وخدنا ال 1 over 2 ب 0.5، وخدنا ان ال 3 over 4 3 quarters عباره عن 0.75، وخدنا برضو ان ال 1 over ال 8 ب 0.125، وكان ساعات بيجي لنا ال 3 over ال 8 كانت بتيكوالز معانا 0.375. كل التحويلات دول لازم تحفظوهم عشان بتسهل علينا كتير. يعني مسألة زي دي كده 3 and 1 quarter هنحولها كده على طول، هنقول ان هي 3.25 وعندي الناحية التانية 3.2، طبعا ده 1 بليس 3.2 هي 3.20، ممكن ازود زيروز على الرايت. ها مين الاكبر؟ ال 25 ولا 20؟ طبعا ال 25، يبقى الفراكشن ده هو اللي ايه؟ هو الاكبر. يبقى انا لو جات لي فرصه ان انا احول لديسمال احول على طول طالما ما قدرتش اقارن بالفراكشن العادي. يلا نبص على المساله اللي بعديها. 7 over 9 هل نعرف نحولها ديسمال؟ مش هنعرف خالص. يبقى الافضل اعمل ايه؟ احول دي احولها لايه؟ تبقى 5 and 7 over 10. اجي ابص بعيني الهول وانز قد الهول وانز، ما ينفعش نقارن. نخش على الفراكشن. الفراكشن هنا 7 over 9 وهنا 7 over 10 واخدينها من شويه. طالما عندي النيوميريتور قد النيوميريتور يبقى اللي ليه دينوميريتور صغير هو الكبير، يبقى الفراكشن ده از ذا جريتر. تمام يا اولاد؟ يبقى لازم نتعلم نحفظ المجموعه دي. نتفق الهوم ورك بتاعنا في الدرس النهارده من الحاجات المهمه لازم تذاكر ده يتحفظ صم. طيب يلا اكزامبل 6. بيقول لي ارينج ذا نمبرز ديت اسندنجلي، يعني من السمولست للجريتست. لما نيجي نبص نلاقي عندي هنا 1 اوفر 4 و1 اوفر 2 و2 اوفر 3. ال2 اوفر 3 بتيكوالز معانا تقريبا 0.66 اند ايه؟ اند 7.
دول دي برضك هنضيفها معانا تقريبا، بنعملها كده عشان اقدر اقارن مقارنه سريعه. طيب يلا نارينج، هل نحولهم ميكسد نمبرز ولا ديسمال نمبرز؟ لا الديسمال لو عندي فرصه احوله على طول. يعني ده عندي 6 وده عندي 4.2 وده عندي 2.3، طب ده يبقى كام؟ يبقى 5.25، وده يبقى كام؟ يبقى 4.50، وده يبقى كام؟ يبقى 5.66 and 7. خلاص احنا كبرنا شويه، لازم نعرف ان التو ثيردز او التو اوفر 3 لما نيجي نحولها لديسمال بنحولها كده. طب احنا حولناها ازاي كده يا اولاد؟ عايزين نعمل كده اكسرسايز، ازاي احول التو اوفر 3 للنمبر ده؟ جت ازاي يا اولاد؟ جت عن طريق اللونج ديفيجن. ازاي جت كده اهي؟ بنقول كده 2 ÷ 3. عشان احول دايما الفراكشن لديسمال بنعمل لونج ديفيجن. طب يلا 2 ÷ 3 ينفع؟ ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ احط ديسمال بوينت هنا. طب واعمل ايه فوق؟ احط 0 واحط ايه؟ ديسمال بوينت. طب هنا اعمل ايه؟ احط ازود 0. يبقى انا عندي 20. ال 20 ÷ 3 ايكوالز كام؟ مين اقرب حاجه لل 20 في تيبل 3؟ 3 تايمز 6 تديني 18، يبقى نحط هنا 6. ها 3 تايمز 6 تديني ال 18. هنا 20 ماينس ال 18 تديني كام؟ تديني 2. اعمل نفس الكلام، احط هنا 0 واعمله دروب داون، انزله معايا هنا. ها 20 ÷ 3 برضك تديني 6. 6 تايمز 3 يديني 18، واعمل سبتراكشن يديني كام؟ هنا يديني 2، وبعدين ازود 0 وانزله دروب داون الزيرو. 20 ÷ 3 يديني انذر 6. هتفضل ال 6 معايا تتكرر. هنعمل ابروكسيميشن ل 3 ديسمال بليسز، نحط هنا 6 كده، ال 6 تزود ال 6 1 تبقى 7، يبقى تقريبا 0.667. عرفنا ازاي بنحول الفراكشن لديسمال عن طريق اللونج ديفيجن. طيب يلا نعمل الارينجمنت، ذا اسندنج ارينجمنت. از مين اصغر حاجه عندي؟ طبعا اللي ليها اصغر هول 1 اللي هي 2.3. مين اللي بعديها؟ 4.2 ولا 4.50؟ ال 2 دي اللي هي 20، لا يبقى 4.2. اللي بعديها تيجي مين؟ 4.5 اللي هي كام؟ نكتب الاصل بتاعها 4 and 1/2. ها مين اللي بعد كده؟ مين اللي بعد ال 4؟ تيجي ال 5، يبقى 5.25 اللي هي 5 and 1/4 and 1/4. اللي بعديها 5 and 2/3. مين اللي يجي بعد كده؟ الايه؟ ال 6. وممكن عشان نتاكد احنا ما نسيناش حاجه نعدهم 1 2 3 4 5 and 6، هنا 1 2 3 4 5 and 6، يبقى انا ما نسيتش حاجه. تمام؟ يلا نشوف مساله التراي. بيقول يلا نعمل كومبير، عندي هنا 2 and 1/2، ال 1/2 يعني على طول 2.5. خلاص بقينا شطار بقى. الفراكشن يتحول لديسمال على طول. ها؟ 2.5 اكيد لزان 2.6. يلا هنا 6 and 2/9، مش نعرف نحولها، امال اعمل ايه؟ احول ديت الفراكشن عادي تبقى ال 6 and 2/10. ال 6 هنا وال 6 هنا ننفع نقارن؟ لا ما ننفعش، ده ده، امال اعمل ايه؟ يلا نخش على الفراكشن بارت. هنا 2/9 وهنا 2/10، مين الكبير؟ طبعا 2/9 علشان الدينومينيتور الصغير بيبقى هو الكبير، يبقى 2/9 كده، يبقى ده هيبقى جريتر ذان ده. يلا مع بعضينا نشوف طريقه كلنا عارفينها من زمان اللي هي طريقه الكروس ملتيبليكيشن. طبعا الطريقه دي انا ما بحبش اعتمد عليها كتير، لكن بيجي بعض المسائل اللي هو بيبقى صعب ان انا احولها لديسمال فراكشن، او بيبقى صعب ان انا اجيب الايكوفلنت بتاعه علشان بيبقى في عندي نمبرز كبيره. زي ايه كده؟ تعالوا نشرح الطريقه دي على مثال وكلنا عارفينها قبل كده. عايزين نعمل كومبير بين ال 3 فورسز اند ال 5/6. بنعمل كومبير ازاي؟ الطريقه بتاعتنا الاصليه اللي احنا لازم نكون عارفينها كويس، ان انا باخد ال 6 واجيب لها المالتيبلز، وبعد كده اجيب الليست كومون مالتيبل، وبعد كده نجيب ايكوفلنت فراكشنز الاثنين دول. في طريقه اسرع يا اولاد، بنعمل ايه؟ بقول كده ال 4 اعمل لها مالتيبليكيشن مع النيومريتور اللي فوق،
ال 4 تايمز 5 تديني كام؟ تديني 20. اكتب ال 20 فوق. وعندي هنا ال 6 تايمز 3 تديني كام؟ تديني 18. مين عندي الكبير؟ ال 20 جريتر زان ال 18. فعلى طول بنقول ان الفراكشن ده جريتر زان الفراكشن ده. ناخد بالنا يا اولاد، الطريقه دي فعلا سهله، لكن مش هي دي الطريقه الاساسيه بتاعت الماثيماتكس. لازم نعرف الطريقه الاساسيه قبل ما نعرف الطرق السهله اللي بتسهل علينا المسائل. ما ينفعش امشي على طول بالطريقه دي، اوكي؟ طيب نيجي هنا 18 اوفر 7 و5 اوفر 2، عايزين نحلها بسرعه. نعمل كده 7 تايمز ال5 يديني 35، و2 تايمز ال18 تديني 36. يبقى على طول ده جريتر ذان ايه؟ ذان ده، اوكي؟ ولكن زي ما اتفقنا الطريقه دي بنحاول بس نعرفها عشان لو في مساله بقت صعبه علينا ممكن ايه نستغل الطريقه السريعه دي. طيب يلا نشوف كده المساله ديت. عندي ميكسد نمبر 1 اند 1 ثيرد، وعندي ميكسد تاني 1 اند 3 اوفر 9. ال1 عندي هنا زي ال1، لسه مش عارفين نقارن، يبقى هخش اقارن ما بين ال1 ثيرد وما بين ال3 اوفر الايه اوفر ال9. طيب ال3 اوفر 9 دي مش في السمبلست فورم. لما اجي اعمل ديفايد 3 فوق وتحت، 3 ديفايد 3 يديني 1 و9 ديفايد 3 يديني ايه 3. يعني 3 اوفر 9 هي 1 ثيرد، يبقى ده زي ده، يبقى هما الاثنين ايه زي بعض. طب لو عايزين نعملها بطريقه الكروس مالتيبليكيشن، اقول كده 3 تايمز 3 تديني كام؟ تديني 9 نكتبها فوق، وعندي 9 تايمز 1 تديني 9 نكتبها فوق، يبقى هما الاثنين قد بعض، يبقى هما الاثنين برضو ايه برضو ايه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 2. بيقول لي put the suitable relation greater than less than or equal in the blanks. يلا طبعا حاجات سهله قوي ان شاء الله. 1 over 5 and 4 over 5 لما نيجي نقارن ما بين التو فراكشنز دول، عندي الدينومينيتور زي الدينومينيتور، يبقى اللي ليه النيومينيتور الكبير هو الكبير، يبقى 1 over 5 less than 4 over 5. يلا هنا عندي 4 و 4، يبقى اللي ليه النيومريتور الكبير هو الكبير، يبقى 3 forces greater than 1 force. يلا هنا 7 over 13 و 5 over 13، يبقى 7 over 13 اكبر. هنا عندي 10 و 10، يبقى اللي ليه النيومريتور الكبير هو الكبير، يبقى 9 greater than 3، يبقى الفراكشن ده greater than الفراكشن ده. هنا كذلك 5 over 9 greater than 4 over 9. يلا هنا بقى نبص بعينينا، الدينومريتور لا مختلف، النيومريتور زي بعض. طالما النيومريتور زي بعض يبقى اللي ليه دينومينيتور صغير هو الكبير. هنا 1 و 1 اللي ليه دينومينيتور صغير هو الكبير، وطالما كبير احط قدامه الفتحه كده. ونقراها ازاي؟ 1 over 7 less than 1 third. ها يلا اللي بعديها، النيومريتور زي النيومريتور، يبقى اللي ليه دينومينيتور صغير هو الكبير. نيومريتور زي النيومريتور، يبقى اللي ليه دينومينيتور صغير هو الكبير. تمام؟ طيب يلا نبص على الميكسد يا اولاد، وزي ما قلت لكم الميكسد سهل. الميكسد ابص على الهول وانز، عندي هنا 2 وعندي هنا 2، يبقى مش هينفع اقارن بالهول وانز. نخش على الفراكشن بارت، عندي 9 وعندي 9، النيومريتور اكبر من النيومريتور، يبقى ده كله هو الكبير. كذلك هنا 2 اند 1 اوفر 8 وهنا 17 اوفر 8، عندي حلين، يا اما حول ده امبروبر يا اما حول ده ميكسد. طالما الدينومينيتور زي الدينومينيتور، يلا نحول الميكسد لايه؟ الامبروبر. 2 تايمز 8 يديني كام؟ 16. 16 بلس ال 1 17، يبقى دي عباره عن 17 اوفر ال 8، يبقى دي زي دي بالظبط، يبقى الاثنين ايكوال. طب لو عايزين نحول ده لميكسد احولها ازاي؟ اقول كده 17 ديفايدد 8، تيبل 8 اقرب حاجه فيه توصلني لل 17. 8 تايمز كام؟ 8 تايمز 2. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال 17 جواها كام 8؟ جواها 8 بلس ال 8، في جواها 2 8s. 8 بلس 8 تديني كام؟ تديني 16، يبقى فاضل لي 1. يعني ال 17 عباره عن 8 بلس 8 بلس 1، يبقى فيها 2 من ال 8s، ويبقى كام عندي؟ 1 اوفر ال 8. يبقى لو عايزين نحول الامبروبر لميكسد سهله، ولو عايزين نحول الميكسد للامبروبر سهله، ولازم نكون عارفين الطريقتين. طب يلا هنا عندي هنا 5، يلا نحول الميكسد للامبروبر. 3 تايمز 5 تديني كام؟
تديني 15. 15 بلس 2 17، يبقى دي 17 اوفر 5 ودي 7 اوفر 5، يبقى دي الايه الجريتر. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي arrange each of the following in a descending order، يعني من الجريتست للسمولست. طبعا سهل قوي، عندنا كلهم زي بعض، نكتب الارينجمنت على طول من الكبير 10 اوفر 11 زين 7 اوفر 11 زين 4 اوفر 11 اخر حاجه 2 اوفر 11. يلا اللي بعد كده الارينجمنت من الكبير 13 اوفر 7 بعينينا، ببص بعيني واشوف مين الايه اللي ليه النيوميريتور كبير. مين اللي بعديه 11، وممكن لو مش عايزين نتلخبط اعمل كده اشطب على اللي انا خدته. مين يتبقى اللي بعد كده 9 اوفر 7 واللي بعد كده 5 اوفر 7 واللي بعد كده 4 اوفر 7. يلا هنا اعمل ايه في ال1 ده؟ ال1 ده اخليه 9 اوفر 9. ليه اخترت ال9؟ عشان بصيت بعيني لقيت هنا 9 وهنا 9 وهنا 9، يبقى احنا شغالين على الدينومينيتور ايه 9. يلا الارينجمنت من الكبير، الكبير 9 اوفر 9، اكتب الاصل بتاعه اللي هو ال1، وبعد كده 7 اوفر 9، بعد كده 5 اوفر 9، وبعد كده ال2 اوفر ال9. ها يلا اللي بعد كده، اللي بعد كده الدنيا بقى مختلفه شويه. انا عندي هنا النيوميريتور هو اللي زي بعض، يبقى اللي ليه دينومينيتور صغير هو اكبر واحد. اتفقنا يا اولاد؟ يبقى انا عندي اكبر واحد مين؟ 7 اوفر 4. ليه؟ عشان ليه اصغر دينومينيتور. مين اللي بعده؟ 7 اوفر 5. مين اللي بعده؟ 7 اوفر 9. مين اللي بعده؟ 7 اوفر 11. اخر واحد اند 7 اوفر 13. يبقى ده اصغر واحد وده اكبر واحد. يلا اللي بعد كده نيجي نبص بعينينا، كلهم اوفر 10، بس ايه ده؟ ايه ال 0.5 ده؟ اعمل فيه ايه؟ احوله دسمة على طول، يبقى ايه؟ يبقى 5 اوفر 10، حولته زي اخواته على طول اهو، خليناه دسمة اهو. طيب يلا الارينجمنت، هنا ناخد بالنا بقى، هنا رجعنا لقبل كده، اللي ليه نيوميريتور كبير هو الكبير. يبقى اكبر حاجة 14 اوفر 10، زين 9 اوفر 10، زين 7 اوفر 10، زين ال 5 اوفر 10 اكتبها 0.5 اند 2 اوفر ال 10. يلا اللي بعد كده نبص بعينينا، كلهم ميكسد. ها الهول ونز قد بعض؟ اه قد بعض، هنا 1 وهنا 1 وهنا 1 وهنا 1. يبقى هنقارن ما بين الفراكشن بارت بس، اللي ليه فراكشن بارت كبير هو اللي كبير. مين اكبر فراكشن؟ 4 اوفر 5. يبقى اكبر حاجه عندي 1 اند 4 اوفر ال 5، زين 1 و 3 فيرس، زين 1 و 2 فيرسز، وبعد كده اند 1 اند 1 اوفر الايه اوفر ال 5. يلا اللي بعد كده بيعنينا شايفين ايه؟ كلهم ليهم نفس النيوميريتور، يبقى اللي ليه دينومينيتور صغير هو الكبير، اصغر حاجه ال 5. يبقى ال 12 اوفر ال 5 ده اكبر فراكشن، وبعد كده عندي 12 over 7 وبعد كده 12 over 13 وبعد كده 12 over 15 اخر حاجه 12 over 17. طيب اللي بعد كده عندي هنا 8 و8 وعندي 8 وعندي 9. اه ناخد بالنا ال 9 اكبر حاجه، بس لازم اخد بالي يا اولاد لازم يكون الفراكشن ده كله يكون بروبر، ما يكونش امبروبر. نادر قوي لما هيجيب لي ميكسد وجنبيه فراكشن امبروبر، نادر قوي. تمام؟ يبقى انا اكبر حاجه عندي مين؟ ال 9. وبعد كده ال 8 اند 4 اوفر 7. وبعد كده 8 اند 3 اوفر 7. واخر حاجه 8 اند 1 اوفر 7. السؤال اللي بعد كده بيقول لي find the possible values of x which satisfy the following relations، بحيث ان الاكس تكون عندي whole number، يعني ما تكونش fraction، يعني ما ينفعش الاكس يكون مثلا 4.5. يلا نبص النمبر ايه عندي هنا 7 و7 و7، يبقى هنقارن
ما بين النيومريتورز وبعض، الاقي ان الاكس دي لازم تكون جريتر ذان الفور وليس ذان الايت. يبقى الاكس دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون 5، ممكن تكون 6، ممكن تكون 7. ينفع الاكس تكون 9؟ ما هتبقى اكبر من الفور. لا، ما هو الناحيه الثانيه مش هتبقى اقل من الايت. انا لازم اختار النمبرز اللي بتوين الفور اند الايت. نحل المساله ازاي؟ نكتب كده the possible values of x are the possible values of x are mean 5, 6 and 7. اوكي طيب يلا اللي بعد كده. عندي هنا 5 و5 و5، يبقى هنقارن ما بين الدينوميترز وبعض. يبقى الاكس دي لازم تكون بتوين ايه وايه؟ هنا ال6 وهنا عندي ال9. يبقى انا عندي يا اما تاخد 7 يا اما تاخد 8. يبقى الاكس عندي هنا equals 7 or او الاكس equals الايه؟ ال8. او ممكن نقول نفس الكلام ده ال possible values of x are 7 and 8. طب يلا هنا ال1 ده اخليه 8 over 8 ولا اخليه 5 over 5؟ اخليه 5 over 5. يبقى كده ده هنخليه 5 over ال5. يبقى الاكس دي لازم تكون greater than 5 وless than 8. ليه؟ علشان تبقى تحقق معايا العلاقه دي. لان لو الاكس هنا عندي ب7 يبقى 5 over 7 greater than 5 over 8. يبقى possible values are mean 6 and 7. تمام. يلا اللي بعديها. هنا ال1 ده اخليه 1 over 1 ولا اخليه 5 over 5؟ طبعا 5 over 5 عشان الاكس دي تبقى اكبر من ال1 وليس ذان ال5. يبقى هنا possible values R ال2 وال3 and ال4. اكسرسايز سهل جدا. يلا نشوف الكويتشن اللي بعد كده. بيقول لي find the values of A و B and C F. الاكسرسايز ده بيفكرنا بالايكويفالنت فراكشن. انا عندي فراكشن اتحول لفراكشن تاني، اتحول لصوره تانيه، مفيش مشكله، في قواعد بتحكمني. انا عندي ال5 علشان تبقى 15. ازاي ال5 وصلت لل15؟ اتعمل لها تايمز كام؟ تايمز 3. يبقى لازم ال2 عشان توصل هنا يتعمل لها تايمز كام؟ تايمز 3. يبقى انا عندي الايه هنا بكام؟ الايه عندي ب2 تايمز 3. يبقى انا عندي الايه ايكوالز كام؟ ايكوالز 6. يلا اللي بعد كده. ابص على مين؟ ابص على المعروفين، ال8 هنا وال24 هنا، دول اللي هيعرفوني ايه اللي حصل. يبقى نقول كده ال24 عشان توصل لل8 اتعمل لها ايه؟ عمل لها divided 3. يبقى انا ال 15 عشان اوصلها للبي نعمل لها برضو divided كام؟ 3. يبقى 15 divided 3 تديني 5. يبقى انا عندي البي equals كام؟ equals 5. وممكن نقول كده ال 8 عشان توصل لل 24 اتعمل لها times 3. يبقى ايه هو النمبر اللي عمله times 3؟ يبقى 15، يبقى ال 5. اوكي بس احنا جبناها بالرجع. يلا اللي بعديها. هنا ال 2 عشان توصل لل 16 يتعمل لها تايمز كام؟ تايمز 8. يبقى ال 3 عشان توصل هنا يتعمل لها برضه تايمز 8. يبقى ال 3 لازم تكون كام؟ 3 تايمز 8 اللي هي 20 ايه؟ 24. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي كومبير ذا فولوينج فراكشنز. طبعا ممكن نعمل كومبارزون بطريقه الكروس مولتيبليكيشن، ودي طريقه سهله ما بحبش استعملها كتير، فلازم تتعودوا على الطريقه الثانيه بتاعه الليست كومن مالتيبل اللي هي الطريقه الاساسيه في الماثيماتكس للجزئيه دي. طيب عندي ال4 وال5 اعمل ايه؟ هل عندي ده زي ده؟ لا. هل ده زي ده؟ لا. يبقى نروح نشوف الدينومينيتور الكبير اللي هو مين؟ اللي هو ال5. واسال نفسي ال5 ديفيزبل باي ال4؟ لا مش ديفيزبل باي ال4. يبقى اجيب لها اول مالتيبل اللي هو ال10. هل ال10 في تيبل 4؟ لا نزود. هل ال15 في تيبل 4؟ لا. خش على اللي بعد كده ال20. هل ال20 في تيبل 4؟ اه في تيبل 4. يبقى انا لما اجي اقارن لازم احولهم هما الاثنين لتو فراكشنز، الدينومينيتور بتاعهم كام؟ 20. ها ال4 عشان تبقى 20 تعمل لها تايمز 5. يبقى اعمل لل3 تايمز 5 تديني 15. وال5 علشان تبقى 20 تعمل لها تايمز 4.
يبقى اعمل لل 2 تايمز 4 تديني كام؟ تديني 8. يبقى سهل جدا ان احنا نقارن دلوقتي ما بين ال 15 وال 8، يبقى ال 15 اوفر 20 هتبقى جريتر ذان ده، وبنعمل ايه؟ الاصل اللي هو 3 اوفر 4 جريتر ذان 2 اوفر الايه؟ ال 5. يلا نشوف المساله اللي بعد كده. مين الدينومينيتور الكبير؟ ال 8. هل ال 8 ديفيزبل باي 3؟ لا، يلا نجيب لها المالتيبلز. اول مالتيبل لل 8 مين؟ 16. ها؟ ال 16 في تيبل 3؟ لا، خش على اللي بعد كده. المالتيبل اللي بعد كده كام؟ 24. ال 24 في تيبل 3؟ اه، في تيبل 3. يبقى هما الاثنين يتحولوا عندي لايكوفلنت فراكشنز، الدينومينيتور بتاعتها 24. ال 8 عشان تبقى 24 تعمل لها تايمز 3، يبقى اعمل ال 5 تايمز 3 تديني 15. كذلك ال 3 علشان تبقى 24 تعمل لها تايمز 8، يبقى اعمل لل 2 تايمز 8 تديني كام؟ 16. ها؟ مين الكبير؟ واضح ان ده جريتر ذان ده، يبقى نعمل كده. اللي بعديها 9 و 4، هل ال 9 ديفيزبل باي ال 4؟ لا، يلا نجيب لها المالتيبلز. اول مالتيبل ال 9 18، نجرب 18 ديفيزبل باي 4؟ لا، خش على اللي بعد كده 27. 27 ديفيزبل باي 4؟ لا، خش على المالتيبل اللي بعده اللي هو 36. ال 36 ديفيزبل باي ال 4، انها في تيبل 4. يبقى التو فراكشنز هنحولهم لايكوفلنت فراكشنز، الدينومينيتور بتاعتهم 36. طيب عايزين نتعلم طريقه ثانيه، بنعمل ايه؟ ممكن نقول كده 36 ديفايدد 9 تديني كام؟ تديني 4. نقول بعد كده 4 تايمز 7 تديني كام؟ 28. يبقى دي طريقه ثانيه ممكن نشتغل بيها، بدل ما اقول الفور عشان تبقى 36 تعمل لها تايمز كام، بنعمل كده 36 ديفايدد 4 يديني 9، 9 تايمز 3 يديني 27. واضح ان ده اكبر من ده. المساله اللي بعد كده عندي ال 2 وال 5، ال 5 نوت ديفيزبل باي 2، اول مالتيبل لل 5 اللي هو الايه؟ اللي هو ال 10. ال 10 ديفيزبل ايه؟ باي 2. يبقى نخلي دي 10 ونخلي دي 10. يلا نمشي بالطريقه الثانيه شويه عشان نتعلمها. 10 ديفايدد 2 تديني 5، 5 تايمز 5 25. 10 ديفايدد 5 يديني 2، 2 تايمز 3 يديني 6. يبقى ده جريتر ذان ايه؟ ده. وممكن حاجه ثانيه خالص، ده انا عندي ده امبروبر وده بروبر، يبقى مش لازم اعمل ده، انا ممكن اشتغل على طول، يعني انا متاكد ان ده جريتر ذان 1 وده ليس ذان 1. يلا هنا الاثنين امبروبر، يلا ال 7 ناخد المالتيبلز بتاعتها، ال 14 ما تنفعش، ال 21 ما تنفعش، 28 ما تنفعش، 35 تنفع. يبقى نخلي دي كده 35 ونخلي دي كده 35 ونقول كده 35 ديفايدد 5 يديني 7، 7 تايمز 4 28. 35 ديفايدد 7 يديني كام؟ يديني 5. ناخد ال 5 نعمل لها تايمز 3 تديني كام؟ تديني 15. واضح جدا ان ده از جريتر. يلا اللي بعديها ال 12 وال 5. ال 12 نوت ديفيزبل باي 5، يلا اديني المالتيبلز بتاعتها. عندي 12 24 وبعد كده عندي 36. طبعا ال 5 عشان يبقى حاجه ديفيزبل عليها لازم يا اما اولها 0 يا اما اولها 5. يبقى انا امشي لحد اما اطلع مالتيبل اوله 0 او اوله 5. ها بعد كده كام؟ 48. ها بعد كده كام؟ 60. اولها 0 يبقى انا متاكد ان هي ديفيزبل باي الايه؟ باي ال 5. يبقى نحط هنا 60 ونحط هنا كام؟ 60. 60 ديفايدد 12 يديني 5، 5 تايمز 7 35. 60 ديفايدد 5 يديني 12، 12 تايمز 4 48. واضح جدا ان ده سمولر ذان ذس. يلا اللي بعديها عندي هنا 4 اوفر 12 و 1 اوفر 12. ناخد بالنا ان دي مش سمبلست 4 لان دي تتحول ل 2 اوفر 6، بس انا ممكن على طول قريبه اخلي ال 2 ديت 12، يعني نخلي دي 12 زي ما هي ونخلي ال 2 دي 12، لان ال 12 الكبير ديفيزبل باي الصغير، يبقى هشتغل على ال 12 على طول. 12 ديفايد 2 يديني 6، 6 تايمز 1 يديني 6. وممكن اقول ال 2 علشان توصل لل 12 تعمل لها تايمز 6، فهنعمل ال 1 تايمز 6 تديني ايه؟ تديني 6. يبقى واضح جدا ان ال 4 اوفر 12 للزان ال 6 اوفر ال 12. يلا ال 1 احنا قلنا ان ال 1 اكبر من اي امبروبر، يبقى انا مغمض هقول ال 1 جريتر. هنا عندي امبروبر 5 اوفر 3،
ال5 اوفر 3 انا متاكد ان هي اكبر من ال1. ليه؟ لما نيجي نحولها لميكسد تبقى 1 اند 2 اوفر 3، يعني ال1 اللي هو ده ومعاه جزء كمان، يبقى ده لازم يكون اكبر. يبقى انا ممكن اقارن على طول، لو عندي امبروبر و1 الامبروبر على طول هو الاكبر. نيجي يلا المساله اللي بعديها، عندي 3 اوفر 4 و2 اوفر 8. ال2 اوفر 8 ممكن احطها في السمبلست فورم تبقى ايه؟ تبقى 1 اوفر ال4، عملت ال2 ديفايد 2 تديني 1، 8 ديفايد 2 تديني 4. او ممكن نحول دي لايه؟ الايكويفالنت فراكشن، الدينومينيتور بتاعه 8 ازاي؟ اخلي ال4 8 تعمل لها تايمز 2، 8 ديفايد 4 يديني 2، 2 تايمز 3 يديني 6. يبقى يا اما اخلي ده كده يا اما اخلي ده كده. طيب لو خلينا ده كده واضح جدا ان ده الايه؟ الجريتر. يلا اللي بعديها، هنا 5 اوفر 6 وعندي 7 اوفر 8. مين الكبير؟ ال8. مين المالتيبلز بتاعته؟ هو نفسه ما ينفعش يبقى ديفيزبل باي 6 يخش على اللي بعده. المالتيبل اللي بعده 16، ال 16 نوت ديفيزبل باي 6 ما ناخدهاش. مين اللي بعد كده؟ 24. 24 في تيبل 6 تمام. يبقى نحول الفراكشنز دي لايكويفالنت فراكشنز، الدينومينيتور بتاعتها كام؟ 24. ونقول كده 24 ديفايدد 6 يديني 4، 4 تايمز 5 تديني كام؟ تديني 20. و 24 ديفايدد ال 8 تديني 3، 3 تايمز 7 تديني 21. يبقى واضح ان ال 21 جريتر زين ال 20، يبقى ده للزين ده. هنا 5 اوفر 6 و 7 اوفر 12 سهل عليا، ال 5 اوفر 6 اوصلها لايه؟ لحاجه اوفر 12. 12 ديفايدد 6 يديني 2، 2 تايمز 5 يديني 10. يبقى ال 10 اوفر 12 جريتر زين 7 اوفر 12. اللي بعد كده عندي هنا ميكسد نمبر، ال 2 زي ال 2، يبقى نقارن ما بين الفراكشنز وبعضها. عندي هنا 1 وعندي هنا 1، يبقى اللي ليه دينومينيتور صغير هو الكبير. يلا ده قد ده، يبقى هنقارن ما بين الايه؟ الفراكشنز وبعضها. طب يلا نعملها بطريقه سريعه المره دي، 4 تايمز 5 يديني 20 و7 تايمز 3 يديني 21، يبقى ده از ايه؟ از جريتر. وما نحاولش نستعملها كتير عشان دي ما بتخليناش نعرف نستعمل طريقه الليست كومن مالتي. المساله اللي بعد كده، عندي هنا ميكسد وميكسد، ال4 زي ال4، يبقى هنقارن ما بين الفراكشنز وبعضها. نيجي نبص على الدينومينيتور ده، ناخد الكبير، ها ديفيزبل باي 3 ولا لا؟ ديفيزبل، يبقى احول ال3 لل12. اقول 3 علشان تبقى 12 تعملها تايمز 4، يبقى اعمل 2 تايمز 4 تديني كام؟ تديني 8. او ممكن اقول كده 12 ديفايدد 3 تديني 4، 4 تايمز 2 تديني كام؟ تديني 8. يبقى انا عندي 8 اوفر 12 اكبر ولا 7 اوفر 12؟ طبعا 8 اوفر 12، يبقى ده للزن ده. يلا هنا ده امبروبر وده عندي هول 1، طب يلا نحول ده لميكسد. 18 ديفايدد 6 يديني كام؟ تديني 3. ايه ده؟ يبقى هنا 3 وهنا 3، يبقى الاثنين ايكوال على طول. يلا هنا ده امبروبر وده ميكسد، ناخد بالنا ان الامبروبر جريتر ذان ال1. ده لو كان بروبر ده لزن ده كان ده يبقى جريتر على طول. طب اعمل ايه في ده؟ ده نحوله لمين؟ لميكسد نمبر. طيب 8 ديفايدد 5، ال 8 فيها كام 5؟ ها؟ ال 8 فيها 5 واحده بس، يبقى هنكتب هنا 1. يبقى كام؟ يبقى 3 اوفر ال 5. يبقى احنا هنقارن ما بين ال 1 و 3 اوفر 5، وهنقارن ما بين ال 1 و 1 اوفر ال 6. نعملها ازاي؟ مين الجريتست؟ الجريتست عندي هنا ال 6. مين المالتيبلز بتاعتها؟ 6 12 18 24 زين 30. يبقى هنخلي هنا 30 وهنخلي هنا 30. 30 ديفايدد 5 يديني 6 تايمز 3 تديني 18. 30 ديفايدد 6 تديني 5 تايمز 1 تديني 5. يبقى ده هنا 1 و 18 اوفر 30 و 1 و 5 اوفر 30، يبقى ده الايه؟ ده الجريتر. يلا هنا 2 اند 3 اوفر 4 و 5 اوفر 2. ال 5 اوفر 2 عباره عن ايه يا اولاد؟ ال 5 اوفر 2 دي عباره عن 2 و 1 اوفر 2. ليه؟ ال 5 فيها كام 2؟ فيها 2 بلس ال 2 بلس ال 1، يبقى فيها 2 وفيها 2، يبقى كام عندي؟ يبقى 1 اوفر 2. طيب اقارن ازاي ما بين ال 1 اوفر 2 وال 3 اوفر 4؟ كلنا عارفين ان ال 3 اوفر 4 اكبر، صح ولا لا؟ ممكن نعملها كده 3 اند 75، احولها ديسمال، وهنا 2.50، يبقى دي الايه؟ الجريتر.
يلا نشوف اللي بعد كده. نبتدي بقى نشتغل على الديسمال، والديسمال دايما يا اولاد مساله سهله. يعني عندي ال 0.7 ينفع نحول 7 اوفر 3 ديسمال؟ لا، اخلي ده الاول فراكشن، يبقى 7 اوفر 10، وعندي هنا 7 اوفر 3 بقت سهله. اللي ليه دينومينيتور صغير هو الكبير. اوكي؟ وممكن حاجه كمان، ده ديسمال فراكشن يعني less than 1، وده امبروبر يعني greater than 1. طب يلا هنا ال 2 قد ال 2، ده هنا 2 و7 اوفر 10، وعندي هنا 2 و7 اوفر 9. اللي ليه دينومينيتور صغير هو الكبير. يلا هنا 3.2 و3 اند 1 هاف، 3 اند 1 هاف اللي هي 3.50 او 3.5. يبقى واضح ان ده لزن ايه؟ لزن ده. طيب يلا هنا 4 اند 1 ثيرد، وهنا 4.3. ناخد بالنا يا اولاد ان ال 1 اوفر 3 ده بيكوالز معانا 0.334. عرفنا الكلام ده منين؟ من اللونج ديفيجن. يعني احنا حافظين ال 1 اوفر 2 وال 1 اوفر 4 وال 3 اوفر 4، لازم نزود بقى على الحفظ بتاعنا ال 1 ثيرد بيكوالز ايه وال 2 ثيردز بيكوالز ايه. ده هيفيدنا كتير في الحل، لان دي على طول هنقول ليها كده 4.334، ودي عباره عن 4.30. ها مين الاكبر، دي ولا دي؟ طبعا دي الايه؟ الجريتر. يلا اللي بعد كده نحول يلا الديسمال فراكشن ده لبروبر فراكشن اللي هو 3 اوفر كام؟ ها المره دي 10 ولا 100؟ لا ده انا عندي هنا 2 ديجيتس 2 ديسمال بليسز، يبقى هنا 100 وهنا 3 اند تحتيه هنا 95. النيوميريتور زي النيوميريتور، يبقى اللي ليه دينومينيتور صغير هو الكبير. يلا هنا دي عباره عن ايه؟ عباره عن 12 اوفر 100، ودي عباره عن ايه؟ عن 6 اوفر 50. طب ما نخلي ال 50 100 ازاي؟ نعمل لها تايمز 2، يبقى اعمل لل 6 برضه تايمز 2 تبقى كام؟ تبقى 12، يبقى الاثنين ايه؟ زي بعض. Exercise 7 بيقول لي put correct for the correct statement and wrong for the incorrect one. يعني صح هو. ها ده لزن ده. هل الكلام ده مظبوط؟ ده عندي whole ones، ده 4000 4376 وده fraction، ده اصلا less than 1، يبقى الكلام ده غلط. يلا اللي بعديها 50.61 greater than ده، الكلام ده حقيقي، ده انا عندي 50 whole ones 50 وده fraction less than 1، يبقى فعلا ده greater than ده. يلا هنا الفراكشن ده greater than ده، نتأكد، لازم أتأكد. أخلي ده equivalent لده، يعني أخلي لي نفس denominator. أخلي الـ 4 توصل للـ 12، يتعمل لها تايمز كام؟ تايمز 3. يبقى الـ 3 تايمز 3 تبقى كام؟ تبقى 9. يبقى ده عبارة عن 9 over 12. هو بيقول لي بقى إن الـ 9 over 12 greater than ده. لا الكلام ده غلط طبعًا. أمال إيه الصح؟ الصح إن هما equal. طب يلا هنا النيوميريتور زي النيوميريتور، يبقى اللي ليه دينوميريتور صغير هو الكبير، هو هنا عكس الساين، يبقى دي غلط برضو. اللي بعد كده 7 اوفر 8، عايزين نتعود يا اولاد ان ال 7 اوفر 8 لازم نحفظها برضو. ال 7 اوفر ال 8 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 0.125 تايمز ال 7، لان انا عندي ال 1 اوفر 8 ب 0.125 تديني كام ديت؟ تديني كده 5 تايمز 7 35 5 وهنكاري اب 3 7 تايمز 2 14 14 بلس 3 17 يبقى عندي 1 7 تايمز ال 1 يديني 7 بلس 1 يديني 8 يبقى انا عارف ان دي كده عباره عن 0.8775. طبعا دي فعلا greater than دي، عشان اول digit is greater than اول digit، ال 8 greater than 7 يبقى دي ايه؟ دي correct. طب في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه. ازاي؟ انا عندي دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن كده 775 divided كام؟ divided 1000. هنحول دي برضه لفراكشن، يعني خلي دي كده ال 8 نوصلها لل 1000، عملنا لها تايمز كام؟ تايمز 125، يبقى اعمل لل 7 تايمز 125 توصلني ل 875. طيب انا عايز منكم ايه هنا؟ انا عايزكم تحفظوا ان ال 7 اوفر ال 8 بتيكوالز 0.125.
875 عشان هتتكرر كتير. السؤال اللي بعد كده 3.5 و 3 and 4 over 9 دي كده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 و 5 over 10 ودي عندي عبارة عن 3 و 4 over 9. ناخد بالنا يا اولاد ان ال 10 وال 9 دايما المالتلز تبقى كبيرة قوي، فالمسائل اللي زي دي انا ممكن اقول نعملها كروس بسرعة. 10 times 4 تديني 40 و 9 times 5 تديني 45، يبقى ده ايه؟ ده greater. دي المسائل اللي انا ممكن استعمل فيها كروس علشان هتبقى طويله شويه. ازاي؟ ان انا لما اجيب المالتيبلز بتاعت ال 10 10 20 30 40 اللي هيمشي معايا وينفع ال 90 بعيد قوي، هقول هنا كده 90 وكده ايه 90 90 ديفايدد 10 دي 9 تايمز 5 45 وهنا يديني كام؟ ال 40. احنا الطريقه السريعه بنطلع بيها الايه؟ الاثنين اللي فوق ده في حاله واحده بس، لما يكون الكومن مالتيبل عباره عن البرودكت ما بين ده وما بين ده. اوكي؟ طيب يبقى دي كده ايه؟ يبقى دي كوريكت. اللي بعد كده طبعا ال 1 اوفر 4 ب 0.25 ودي 0.25 والاثنين ايكوال يبقى دي صح. يلا نشوف هنا. ايه ده يا مستر الرقم الغريب ده؟ خد بالك هو عايز يختبر حاجه مهمه. انت هنا شايفين 15 اوفر 11. 15 اوفر 11 ايه نوع الفراكشن؟ امبروبر. والامبروبر لازم جريتر ذان 1. طب ايه ده بقى؟ عندي هنا 1000 وعندي 4000، يبقى ده الفراكشن ده نوعه ايه؟ نوعه بروبر، يعني لازم يكون ليس ذان 1. اوكي؟ يبقى انا عندي ده ليس ذان 1 وده جريتر ذان 1، يبقى فعلا ده ليس ذان ده، يبقى دي كده كوريكت. نيجي نشوف اللي بعد كده. يقول لي choose the correct answer between brackets. الفراكشن ده والفراكشن ده ايه العلاقه ما بينهم؟ نجيب الايكوفلنت فراكشنز ليهم. عندي ال 8 not divisible by ال 5، يلا نجيب لها المالتيبلز 16 24. انا ليه ماشي وما بجربش؟ لان انا عارف لازم يطلع لي حاجه اولها 0 او 5، بعد كده 32، بعد كده 40. 40 يشتغل معايا، يبقى هنا 40 وهنا 40. 40 divided 5 يديني 8 times 4 32، 40 divided 80 يديني 5 times 5 25، يبقى دي greater than دي، يبقى نختار ديت. كذلك هنا ال 6 وال 7 الكومن مالتيبل بتاعهم 7 14 21 28 35 42. اوكي؟ ال 42 هو ده اللي هيشتغل معايا هنا وهنا. 42 divided 6 يديني 7 times 5 يديني 35، 42 divided 7 يديني 6 times 4 يديني 24، يبقى دي greater، يبقى نختار دي. المسألة اللي بعد كده يلا نبص على الفراكشن ده. الفراكشن ده عندي النيوميريتور less than الدينوميناتور، يبقى ده بروبر يعني less than 1، وده عندي النيوميريتور greater than الدينوميناتور يعني ده امبروبر يعني greater than 1، يبقى ده greater than ال 1 وده less than ال 1، يبقى هنستعمل ايه السيمبل ده. يلا هنا 9 over 9 ده يعني 1 وده عندي بروبر، يبقى لازم البروبر less than ال 1 على طول. اللي بعد كده امبروبر وبروبر، الامبروبر لازم يكون اكبر. يلا عندي هنا 8 over 9 greater than ايه؟ عايز اعرف ده أكبر من أي واحد إيه في دول. هنا نعملها إزاي؟ المسألة اللي زي دي أحسن حاجة نعمل بيها بسرعة طريقة الكروس مالتيبليكيشن. يلا قول هنا 9 تايمز 7 63 و 8 تايمز 8 64، يبقى ده فعلاً جريتر ذان ده. يلا نجرب اللي بعد كده 9 تايمز 9 81 و 10 تايمز 8 يديني 80، لا يبقى ده أكبر. هنا 9 تايمز 19 9 times 19 نعملها كده في الدرافت 19 times 9 9 times 9 H1 1 وهنكري اب 8 9 times 1 ب 9 و 8 17 يبقى 171 ده نكتبها هنا فوق وعندي هنا 8 times 20 ب 160 يبقى دي برضو فعلا هي الكبيرة وعندي برضو هنا 14 divided 15 لما نيجي نعمل 9 times 14 هنلاقيها فعلا أكبر من ال 15 times ال 8
يبقى ده greater than مين؟ than ده 7 over ال 8. المسألة اللي بعد كده 9 over 10 less than ايه؟ أنا عندي هنا واحد أصغر منهم كلهم، ناخد بالنا، أنا عندي هنا 20 و 20 و 20 و 20. طب عايزين نخلي ال 20 10. لما أخلي ال 20 10 هيعمل divided 2، يبقى هوصل ال 17 divided 2 إزاي؟ هيجي لي fraction. يبقى الأفضل أخلي ده كده الدينومينيتور بتاعه كام؟ 20 عشان يبان لي أكتر شكله عامل إزاي. ال 10 علشان تبقى 20 تعمل لها تايمز 2. يبقى أعمل ال 9 تايمز 2 تديني كام؟ تديني 18. يبقى انا لما اخلي ده كده 18 divided 20 يبقى شكلها اسهل عليا. طيب ده اقل من مين؟ طبعا هو اكبر من ده واكبر من ده واكبر من ده، يبقى اقل من ده. المسألة اللي بعد كده، المسألة اللي بعد كده بيقول لي the smallest fraction of the following is. لما نيجي نقارن between ال 4 fractions دول لازم نخليهم كلهم ليهم نفس الدينومينيتور. لكن لما اجي ابص يا اولاد عندي هنا 3 و8 و9 و5، الليست كومن مالتيبل بتاعهم بعيد جدا، لان انا لو جبت بين ال9 وال8 هيطلع 72. الاقي ان ال72 دي اصلا ما ينفعش تشتغل مع مين؟ مع 2 اوفر 5. طب اعمل ايه؟ هنا ممكن نعملهم كل اتنين مع بعض. يعني ايه كل اتنين مع بعض؟ هو بيقول لي عايز السمولست. طب انا عندي ده وده، ممكن اقارن ما بينهم مين فيهم الصغير؟ ده عندي قد ده، يبقى اللي ليه دينومينيتور صغير هو الكبير، يبقى انا عرفت ان ده اكبر من ده، يبقى انا اشطب على ده. نبص بعد كده لل1 اوفر 3. ال1 اوفر 3 ممكن احوله ديفايدد 9، اعمل ال3 تايمز كام؟ تايمز 3. يبقى اعمل ال1 تايمز 3 يديني كام؟ يديني 3. يبقى مين الاكبر، ده ولا ده؟ لا ده الكبير مش عايزه. يبقى نشتغل ما بين مين ومين؟ نشتغل ما بين ده وما بين ايه؟ وما بين ده. طيب يلا الكومون مالتيبل ما بين ال 8 وال972 جبناها ازاي؟ امشوا كده بال 9 لحد ما هتوصلوا لل 72، هتلاقوا هي الديفيزبل باي ال 8. يلا 72 ديفايد ال 8 يديني 9 تايمز ال 5 تديني 45، و 78 divided 9 تديني 8 times 2 16. يبقى ده smaller than ايه؟ than this. يبقى ده ايه؟ هو ده اصغر واحد. يلا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي arrange the following ascendingly، عايزين نعملهم ترتيب من الصغير للكبير. ممكن نعملها ازاي؟ يلا نجيب لهم ال least common multiple. انا عندي اكبر denominator اللي هو ال 8، المالتيبلز بتاعته طبعا ال 8 divisible by 2 و 4 لكن ما ينفعش مع ال 6. يبقى نجيب لها اول multiple 16 مش هيشتغل، بعد كده 24 هو اللي هيشتغل مع كله. يبقى نخلي دي كده 24 ودي كده 24 ودي كده 24 ودي كده 20 ايه؟ 24. يلا 24 divided 6 يديني 4 times 5 يديني 20، 24 divided 4 يديني 6 times 3 يديني 18، 24 divided 2 يديني 12 times 1 يديني 12، 24 divided 8 يديني 3 times 7 يديني 28 21. يبقى انا كده اقدر اقارن بسهوله. يبقى الارينجمنت از مين اصغر واحد عندي؟ اصغر واحد عندي اللي هو 12 over 24 اللي هو ال 1 half. مين اللي بعده؟ اللي بعده اللي هو ال 18 over 24 اللي هو 3 over 4. مين اللي بعده؟ اللي بعده ال 5 over ال 6 اللي هي 20 over 24، واللي بعده ال 7 over ال 8. المسألة اللي بعد كده، زي ما انتم شايفين أكبر دينومينيتور عندي 12، يشتغل مع ال 3 وال 4 وال 6، يبقى أنا أخليهم كلهم divided إيه؟ divided 12. طبعا دول divided 12، يبقى اكتب هنا 15 واكتب هنا 5 زي ما هما. يلا هنا 12 divided 3 يديني 4 times 2 يديني 8، وعندي هنا 12 divided 4 يديني 3 times 3 يديني 9، و 12 divided 6 يديني 2 times 5 يديني ايه؟ يديني 10. طبعا سهل علي اعمل arrangement. يبقى the arrangement is
مين عندي، هو بيقول لي ascendingly يعني من اللي smallest للgreatest. مين عندي اصغر واحد؟ اصغر واحد عندي اللي هو ال 5 over 12. مين اللي بعديه؟ ال 8 over 12 اللي هو اصله ايه؟ 2 over 3. مين اللي بعد كده؟ 9 over 12 اللي هي 3 over 4. وبعد كده 5 over 6. واخر حاجه 11 over 12. المساله اللي بعد كده عايزين نرتب ascendingly. عندي ميكسد، ناخد بالنا انا عندي هنا 5 اند 1 over 4 وعندي كلهم 4 4 4 4، يبقى انا كده ضامن ان ده كده greatest. يبقى نشتغل على الايه؟ على السمولست نمبرز. تمام؟ طيب عندي هنا 2 over 5 وعندي 1 over 4 و5 over 8 و1 over 2 و3 over 4. كل الحاجات دي سهل ان احنا نحولهم لديسمال. ازاي؟ ده كده ال2 over ال5 لما اجي احولها لديسمال، ال5 علشان تبقى 10 تايمز 2 واخلي 2 تايمز 2 تديني كام؟ تديني 4. يبقى دي عباره عن ايه؟ عباره عن 4.4. ودي احنا حافظينها قلنا هتبقى جريتست، تبقى 5.25. ودي عندي هيبقى 4 بوينت، ناخد بالنا هنقول كده 5 تايمز 0.125 اللي هي هتيكوالز ايه؟ 5 تايمز 5 25 5 وهنكاري اب 2، 5 تايمز 2 يديني 10 و2 12 2 هنكاري اب 1، 5 تايمز 1 يديني 5 و1 يديني 6. يبقى نحفظ برضو ان ال 5 اوفر ال 8 بتيكوالز 0.625. دي كده يا جماعه تحفظوها. يبقى انا عندي هنا 625 وبعد كده عندي 4.5 وبعد كده 4.75 عشان 3 اوفر 4 و 0.75. يلا مين الصغير؟ اصغر حاجه عندي اللي هي 4.4 اللي هي الاصل بتاعها عباره عن 4 و2 اوفر ال5. مين اللي بعد كده؟ اللي بعد كده 4.5 اللي هي 4 اند 1 اوفر 2. مين اللي بعد كده؟ اللي هي دي 4 اند 5 اوفر ال8. واللي بعد كده 4 اند 3 كوارترز زين 5 اند 1 فورث. المساله اللي بعد كده نبص بعينينا في المساله نلاقي ان كل النيوميريتورز 3 ما عدا ده 6، يبقى خليه زيهم. يعني اقول كده ال6 اوفر ال8 عشان اوصل ال6 لل3 اعمل لها ديفايدد 2. يبقى نعمل لل 8 divided 2 تديني 4. يبقى انا ممكن اشيل ده واحط مكانه ايه؟ 3 over ال 8 over ال 4. يبقى لما اجي اقارن هقول ان ال greatest denominator هو ده اقل fraction. يبقى اصغر واحد مين عندي؟ 3 over ال 8. مين اللي بعديه؟ اللي هو 3 over 7. مين اللي بعديه؟ 3 over 5. مين اللي بعديه؟ 3 over 4. نكتب الاصل بتاعه اللي هو 6 over 8 واخر حاجه عندي 3 over ال 2. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. اكسرسايز 10 في حاجات ديسمال كتير، يبقى نحول كله ديسمال. ال 1 over 2 ب 0.5، ال 1 over 4 0.25، ال 2 over 5 اللي هي 4 over 10 اللي هي 0.4. يبقى احنا هنقارن ما بين النمبرز دي وبعضها. طبعا سهله جدا، هو عايز يعمل بردك ترتيب ascendingly يعني من الصغير للكبير. مين اصغر حاجه عندي هنا؟ اللي هي 0.25 اللي هي ال 1 كوارتر. وبعد كده ال 0.3 وبعد كده ال 0.4 اللي هي 2 over 5 وبعد كده ال 1 هاف وبعد كده ال 0.8. سهل بعد كده برضو نحول كله لايه؟ لديسمال نمبرز. ودي عندي 3.5 ودي عندي هنا 5 ودي عندي هنا 3.2 ودي عندي هنا 4. ها ال 1 ثيرد قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن 3 4 وال 2 اوفر 7 لو احنا مش عارفين نحولها ازاي نعملها بالايه؟ باللونج ديفيجن كده اهو. احط هنا 2 واحط هنا 7.
2 ديفايدد 7 ينفع ما ينفعش؟ تحط هنا ديسمال بوينت وتحط 0، وحط هنا 0 وحط الديسمال بوينت. 20 ديفايدد 7 اقرب حاجه ايه؟ 2. 2 تايم 7 يديني 14. يبقى كام؟ يبقى 6. حط هنا 0 وانزله. 6 ديفايدد 7 اقرب حاجه في تيبل 7 لل 60. 7 تايمز كام؟ 7 تايمز 8 بكام؟ 56. لما اجي اعمل سبتراكشن هيديني 4، بس انا مش محتاج اكتر من كده لان انا كده عرفت وقدرت ان الفراكشن بارت تقريبا ايه؟ ب 28. اوكي؟ يلا نعمل الترتيب اسندنجلي. يبقى ده كده اول واحد، وبعد كده ده، وبعد كده هيبقى ده، وبعد كده ده، وبعد كده ايه؟ وبعد كده ده. هسيبكم انتوا بقى ايه تكتبوها. طيب يلا اللي بعد كده. عندي 7 اند 1 اوفر 6، وعندي 5، وعندي هنا 7، وعندي 5، وعندي 6. يبقى انا هقارن ما بين ال smallest two fractions اللي هم مين؟ 5.3 و 5 اند 4 اوفر 7. ال 5.3 اللي هي 5 اند 3 اوفر 10، وعندي ال 5 اند 4 اوفر 7. احنا خدنا السنه اللي فاتت ان انا لو عندي فراكشن، الفراكشن امتى يكون جريتر ذان 0.5؟ كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد النيومريتور اعمل له تايمز 2. لما اعمل ال 4 تايمز 2 يديني كام؟ يديني 8. ال 8 اكبر من ال 7، يبقى على طول الفراكشن ده جريتر ذان 0.5. خدنا الكلام ده السنه اللي فاتت. طب انا عندي هنا 3 اوفر 10، 3 اوفر 10 مش اكبر من ال 0.5. ليه؟ لان 3 تايمز 2 اديني 6، لسه زان ال 10. 3 اوفر 10 بالفعل ب 0. كام؟ 0.3. يبقى انا ضامن ان ده هيكون اكبر من 5.5. يبقى مين عندي ال smallest number هنا؟ 5.3، واللي بعدين اختار ده 5 and 4 over ال 7. مين يجي بعد كده؟ يجي بعد كده ال 6، واللي بعد كده عندي ده وده. طيب عندي هنا 1 6 وعندي هنا 2 اوفر 11. نستعمل طريقه الكروس المره دي. 6 تايمز 2 يديني 12، و11 تايمز 1 يديني 11. يبقى ده عندي سمولر ذان ذيس، يبقى 7 و1 اوفر 6 اند 7 و2 اوفر 11. السؤال اللي بعديها عندي هنا 8 11 12، وعندي 61 اوفر 7 و12. اولا لازم احول ده لايه؟ لميكسد نمبر. 61 ديفايدد 7، مين اقرب حاجه لل 61 في تيبل 7؟ ال 56. بتيجي من كام؟ 7 تايمز 8 بكام؟ ب 56. يبقى انا عندي 61 ديفايدد 7 تديني 8، ويبقى كام؟ يبقى 5 اوفر ال 7. يلا نرتبهم. طبعا ده اصغر حاجه عندي ال 8. مين اللي بعديها؟ 8 وفراكشن اللي هي 61 ديفايدد ال 7. مين اللي بعد كده؟ خلصنا دي وخلصنا دي. ناخد بعد كده ال 11. مين اللي بعد كده؟ عندي 12 و3 اوفر 7 و12.4. 12.4 اللي هي 12 اند 4 اوفر 10. ممكن نقول كده 7 تايمز 4 يديني 28، و10 تايمز 3 ب 30. يبقى ده اكبر من ده، يبقى ناخد ده الاول اللي هي 12.4 زين 12 اند 3 اوفر 7. يلا مع بعضنا نشوف الورد بروبلمز. بيقول لي one day رامي walked 1.78 كيلومترز and هدى walked 1.9/16 كيلومترز، which distance was greater؟ يبقى كأني هقارن ما بين الفراكشن ده والفراكشن ده. يلا نقارن ما بينهم. ادي عندي كده 1.9/16، وعندي هنا 1.7/8. ال 1 قد ال 1 مش هينفع اقارن، يبقى لازم اقارن ما بين الفراكشنز وبعضها. طب انا عندي هنا ال 8 سهله اوصلها لل 16، يعني ممكن اقول ان ده عباره عن 1 وبدل ال 8 اخليها 16. ال 8 عشان توصل لل 16 تعملها تايمز 2، يبقى وصل ال 7 بتايمز 2 تبقى كام؟ تبقى 14. يبقى 1 و 7 اوفر 8 هي هي 1 و 14 اوفر 16، وعندي هنا 1 و 9 اوفر ال 16. يبقى مين هي الديستانس الجريتر؟ يبقى the greater distance is one
and 7 over 8 كيلومتر. يلا اللي بعديها. بيقول لي on 3 different days سامح سوام 5 over 16 كيلومتر و 7 over 8 كيلومتر و 3 over 4 كيلومتر. Arrange the distances in an ascending order. يعني عايزين نرتب المسافات ديت من الصغير للكبير. أول مسافة عندي اللي هي 5 over 16 واللي بعد كده 7 over 8 واللي بعد كده 3 over 4. علشان نقارن ما بينهم نخلي كل الدينومينيتورز عندي زي بعض. مين عندي الدينومينيتور الكبير؟ ال 16. نجرب ال 16 divisible by 8 divisible by 4 يبقى احنا ممكن نشتغل على ال 16 as a least common multiple. هنا مش هنغير حاجة. 16 divided 8 يديني 2 times 7 يديني 14 و 16 divided 40 يديني 4 times 3 تديني كام؟ تديني 12. يبقى كده نقدر نقارن. يبقى the arrangement is مين اصغر ديستانس عندي اللي هي 5 over 16. مين اللي بعديها اللي هي 12 over 16 اللي هي 3 over 4 كيلومتر. زين من اخر حاجه 7 over 8. المساله اللي بعد كده بيقول لي رايت all the fractions greater than 0 which are less than 1 واقل من 1 and whose denominator is 5. يعني مش اي denominator. يعني اي عندي 0 اهو وادي عندي ال1. عايز fraction يكون greater than ال0 وless than ال1. اي fraction؟ لا، يكون الdenominator بتاعه ايه؟ 5. اعملها ازاي؟ هو انا ال1 عباره عن ايه؟ ال1 عباره عن 5 اوفر ال5 وال0 عباره عن ايه؟ عباره عن 0 اوفر ال5. اللي ما بينهم 1 اوفر 5 و2 اوفر 5 و3 اوفر 5 و4 اوفر 5. يبقى the fractions are 1 fifth و2 اوفر ال5 و3 اوفر ال5 and 4 over الايه؟ ال 5. سهل سهل قوي. اللي بعديها يقول لي write all the fractions between 1 and 2 and whose denominator is 7. زي اللي فوق بالظبط. ادي عندي ال 1 وادي عندي ال 2. عايز fraction اكبر من ال 1 وless than ال 2 والdenominator عندي يكون 7. اعملها ازاي دي بقى؟ ناخد بالنا. ال 1 ده عباره عن ايه؟ عباره عن 7 over ال 7. طب وال2 لازم اخلي تحت 7. طب ال2 عباره اكنها 2 اوفر 1. 7 ديفايدد 1 يديني 7 تايمز 2 يديني 14. يعني ال2 هي 14 ديفايدد 7. يبقى ايه اللي ينفع يجي معايا هنا ديفايدد 7 ويحقق الريليشن؟ ادخل ال8 9 10 11 12 and 13. يبقى the fractions are 8 over 7, 9 over 7, 10 over 7, 11 over 7, 12 over 7, and 13 over 7. السؤال اللي بعديها بيقول لي write all the fractions greater than 0. greater than 0 يبقى دي 0 هنا وعايز حاجة أكبر من 0. بيقول لي which are less than 1 over 3 واقل من 1 over 3 وايه كمان؟ والدينومينيتور بتاعها 11. يبقى هنا يكون عندي ايه؟ 11. ناخد بالنا يبقى لازم اوصل ده ل 11. ازاي افكر في المساله دي؟ لازم اخلي هنا divided 11 علشان نعرف نقارن. هو كده كده الزيرو ده 0 divided 11. طب ازاي اخلي ال 3 توصل ل 11؟ دي صعبه جدا. مفيش حاجه في تيبل 3. هنا بنعمل طريقة ظريفة قوي. لو أنا عايز أجيب 11 أعمل كده times 11 divided كام؟ divided 11 وأخد ال 11 دي أكتبها هنا. يبقى مين اللي يتبقى فوق؟ يتبقى 11 divided إيه؟ divided 3. أكني بقول 11 divided 3 times 1 over الإيه؟ ال 11.
وبعدين نعمل ايه في 11 ديفايدد 3؟ نعمل لها لونج ديفيجن كده، 11 ديفايدد كام؟ 3. 11 ديفايدد 3 تديني كام؟ تديني 3، وهيتبقى عندي ريميندر 3 تايمز 3 يديني كام؟ يديني 9، ويتبقى عندي كام؟ ويتبقى عندي 2. يبقى معنى كده ان 11 ديفايدد 3 دي جريتر ذان 3، هيبقى اللي موجود هنا ده هيبقى جريتر ذان الايه؟ ال 3. يبقى اللي هحطه هنا مين؟ ممكن احط 1، ممكن احط 2، ممكن احط 3، وهنا هيبقى جريتر ذان 3 على طول، لان 3 وحاجه، 3 وفراكشن، ما ينفعش اخد ال 4 لان اللي هنا less than ال 4. يبقى the fractions are one over 11 و two over 11 and three over 11. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية lesson 2. lesson سهل وجميل، لازم نفهم يا اولاد الدرس كويس، ولازم المسائل نفهمها كويس ونحل بايدينا كتير. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.